المشكله في قضيه المصروف، وانا بقدم لكم الدكتور سمير كمال عبد الحميد مع الزملاء اللي ابتدوا زرع كده في اسيوط، الدكتور عصام الدكتور عبد الحميد، هنقدم خبرتنا خلال نص ساعه على الاقل الثمان حالات اللي احنا عملناهم في اسيوط بالنسبه للتوسط الضمان. دكتور سمير من الناس اللي تعبت جدا في الاول في بدايه البروجرام بتاع ترانس بلان بالاستعانه او بالاشتراك مع الجماعه في الامين في اليورولوجي ديبارتمنت، معانا الدكتور محمود مجدي وكان معانا الدكتور هشام هشام حموده. الحقيقه التيم بتاعنا كان في تحدي في الاول ان احنا نبتدي، صحيح ابتدينا زمان في 2003 ثلاث حالات كان بحث اشتغلناه وستيلفنج اثنين يعني ما كملوش معانا، فده يمكن خلى البروجرام بتاع الترانس بلانت توقف فتره من 2003 لغايه 2015 لما بدانا نبتدي مع الشباب الواعد الجديد. اقدم لكم الدكتور سمير كمال عبد الحميد هيدينا فكره عن البدايه بتاعتنا، وبعدين الدكتور نشوى هتقول لنا تلخص عن الثمان حالات اللي احنا عملناها. شكرا، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا بنشكر استاذنا الدكتور علي طه، عملنا في الصعيد كله في النقابه الجمعيه، ونجاح الدكتور علي وسهاج هو نجاح لاسيوط طبعا. انا في حوسه ومحظوظ في نفس الوقت. في حوسه لاني بتكلم ورا العمالقه الدكتور سمير محمد علي البر الدكتور شعيشه، ومحظوظ لاني مش هتكلم علمي، لان انا علما عمري سنه بالنسبه لهم وهم 40 سنه، فما ينفعش نتكلم علم قدامهم. احنا هنتكلم عن التجربه بتاعتنا وناخد رايهم هل احنا على الطريق الصحيح ولا محتاجين تعديل. مش مهم ان احنا نبقى جود اور فيري جود، لكن المهم ان احنا اون ذا رايت واي اند وي ار ايمينج تو جيت بيتر. تجربتنا تتلخص في الصوره اللي قدام حضراتكم دي. احنا دلوقتي في الجزء ده من الصوره. We are sailing in a boat. بنشتغل في هدوء وفي سكينه. يمكن بعد 10 سنين ان شاء الله باذن الله نشتري نحوش ونشتري القطر ده، وساعتها ممكن نعمل ضريب ونقول تون. بنتسال كتير احنا في اسيوط، انتوا فين بتوع اسيوط؟ مش موجودين ليه؟ انتوا بتشتغلوش؟ الدنيا عندكم شكلها ايه؟ بيتقال فرانكلي وبيتقال من ورانا وبنسمع هذا الكلام. الحقيقه احنا هنقول لحضراتكم احنا بنشتغل ايه، وممكن يكون ده كويس ووحش. زي ما قلنا مش مهم كويس ولا وحش، المهم ان احنا بنطلع لقدام. We are getting better. Is the flourish in Aswut the same؟ الحقيقه وما حدش ينكر ان اسيوط طبعا هي اول جامعه في الصعيد. احنا حوالي من 50 ل 60% من تلك النفرولوجي اللي في الصعيد من اول المنيا لغايه اسوان بيبقى موجود عندنا في اسيوط، وده مش معناها ان احنا احسن من غيرنا لا اطلاقا. احنا اللي بدانا، وكل السوبرفايزرز او السينيورز الموجودين في الصعيد كلهم اما ان هم درسوا في اسيوط او اشتغلوا ستاف في اسيوط، وهم اللي بداوا الجامعات الثانيه. السنه اللي فاتت دخل قسم الباطنه في اسيوط حوالي 2150 في وحده الكلى بس، كان منهم حوالي 56% من محافظات خارج اسيوط. فالدياليسز اول دياليسز ماشين دخلت الصعيد من الجيزه لاسوان كانت في اسيوط سنه 73، الله يرحمها الاستاذ الدكتور عصمت عزت. اول جامعه اشتغلت اتش بي اف من 2012 ريجولارلي، اعتقد ان ما حدش اشتغل ريجولار اتش بي اف غير اسيوط، والريزلت بتاعتها كويسه على الرغم ان كان في كريتيسيزم للاتش بي اف في مصر في المؤتمر اللي فات. احنا عندنا وحدتين دياليسيز 100 مكنه فيهم. الانترفنشنز بنشتغل من حوالي من 500 ل 600 رينال بايوبسي بيرير. السي في كاس ده روتين ريزيدنت وورك، وعندنا الجايد لاين بتاعنا للكاتيتر ريليتد انفكشنز. عندنا بعض المشاكل في الانفكشن كنترول عشان ما
نثبتش ان احنا كويسين خالص، عندنا مشاكل في الانفكشن كنترول وبنحاول نصلحها يوم عن يوم، لكن اكثر من 70% من العيانين الريجولار دياليسيز بقى لهم اكثر من 5 سنين على الريجولار دياليسيز الحقيقه. وي ار دوينج اور بيست ويز ذا بيشنتس ان اسيوت، لكن عندنا مشاكل في الريجستريشن زينا زي كتير من جامعات مصر. الجرادويشن اعتقد اول جامعه تمنح دكتوراه هنا كانت جامعه اسيوط، وعندنا 4 واخدين دكتوراه نيفرولوجي واكثر من 30 ماستر ديجري، وبالتالي احنا بنشتغل. ده كويس ولا وحش؟ ما نقدرش احنا نقول هذا الكلام. يا ريت انتوا لو شايفين ان ده شغل مش كويس احنا مستعدين ان احنا نسمع. استاذنك بالكرابشن، هي العبره مش ان انا بعالج كم عيان، العبره بالكواليتي اوف كير. فالكواليتي اوف كير في عليها عامل استثناء، لان انا رحت وعملت كوتشين ماي سيلف. ده الكلام ده من سنه وشويه، من سنتين بالظبط في المؤتمر السنه اللي فاتت. دالس يونت فيها عدد ضخم جدا، يعني كلامك مظبوط، يعني حتى 53 مكنه او حاجه زي كده في الوان يونت اللي انا بصيت عليه. طبعا الفايلنج بيشنت لابراتوري انفستيجيشن والكلام ده كله فيري ديفيشنت. انا برضه الحاجات دي اتغير كتير منها. انا جربت تماما يعني، لا اتغير كتير منها. لو حضرتك شرفنا ساعتها، ايوه هتلاقي في كتير اتغير، ولسه برضه لسه قدامنا مشوار طويل عشان نوصل للحاجات اللي احنا عايزين نوصلها. سيمبلي لا انا عارف الفيرولوجي بالظبط قد ايه. سيمبلي مفيش انفكشن اصلا من اساسه، يعني ساعات بيبقى في سيستم انفكشن كنترول. انا ممكن بقول الكلام ده لان هو المفروض احنا قاعدين عشان يبقى في فايده من هذا الكلام، لان عملنا اوديتنج في ريبورت وبعتناه. ايوه وصل اليه. هو ده السؤال يعني. معلش انا اسف جدا اذا كنت انا بانترفير والدكتور حسين بينا انترفير، ليه ما يتبصش على الريبورت ده تو ادريس البوينتس اللي فيه بوينت لو صح 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 بس بحس ان الدكتور حسين احنا شغالين عليه وموجود معانا. احس ان مين حسين مره ثانيه يبقى عشان بس لما انا خلاص انت عمل او حضرتك فعلا تخلص منه حاجات كتير، ده انت تستحق حق حضرتك تقدير، لان انا متفق تماما مع البرنسبل. الورقه اللي جت انا مش مهم ابقى اوبتيمال، المهم ماشي بروجريسنج في الاتجاه الصحيح. فاذا حضرتك فعلا زي ما قلت ده خبر بالنسبه لي سار جدا. اتفضل حضرتك عندنا وهتشوف في حاجات كتير من الريبورت اللي حضرتك قدمته. لا حضرتك كده بالكلمه ديت اسعدتني جدا. الاحواض اللي حضرتك ضربتها، البارتيشنز ما بين الهيباتايتس سي والنيجاتيف، الجيل واحد فيهم. حضرتك عملنا زياره تاني بقى بيه ان شاء الله. ماشي عبد الرحمن، تبص على الريبورت اللي حضرتك عملته. حضرتك تستحق التهنئه وكل التقدير على هذا الكلام. سوري استاذنك، حضرتك المديتيشن اللي على الترانسدات ان شاء الله بعد كده هنتكلم عن ترانسبلانتيشن ان هاري. الهيستوري طبعا حضراتكم كلكم عارفينه. البلاستيك سيرجنز الحقيقه ليهم دور كبير خالص في كيدني ترانسبلانتيشن. ده بيتر بريان مدور اول بلاستيك سيرجن اللي اشتغل على الاميونولوجي والسكين جرافتنج، وهو اللي اكتشف الاميونولوجيكال توليرانس. الاثنين دول هم اللي اكتشفوا الاتش ال اي السوبر جين. طبعا جوزيف مريت طبعا كلكم عارفينه، اول واحد اشتغل على عمليه سكسسفول رينال ترانسبلانتيشن، وهو برضه كان بلاستيك سيرجن. في العالم العربي اول دوله عملت رينال ترانسبلانتيشن كانت الاردن سنه 72، بعديها السودان سنه 74، وبعدين مصر سنه 76، وفي اسيوط 2003 كانت اول حاله. داوود حنانيه ده واحد من عرب 48، وده كارديك سيرجن، وده المفروض الناس تحترمه جدا لان هو اول واحد عمل رينا ترانسبلانتيشن في العالم العربي، واول واحد عمل حاجات كثيره في الكارديك ترانسبلانتيشن، واول واحد شاف الاوسط عمل كارديك ترانسبلانتيشن. طبعا دول جريت ليدرز في رينا ترانسبلانتيشن في ايجيبت. الداتا دي بتبين العالم العربي وامتى بدا وكل واحد اشتغل كام حاله، وده الداليسز ماشين امتى بدات في كل دوله من الدول العربيه. المين ايشو في كلامنا او المين توبك اللي هو ترانسبلانتيشن ان اسيوط والتجربه بتاعتنا. الفكره بدات في 2003
الفيرست كيدني ترانسبلانت اشتغلنا ثلاث حالات زي ما قال الدكتور اشرف، واحد منهم ستيل لغايه دلوقتي ما هوش على دياليسيس، الثاني مات بعد سنتين من توكسيك هيباتايتس، والثالث مات في اليوم السادس من سيرجيكال كومبليكيشن. البروجرام وقف لغايه من سنه فاتت. وي ستارتد تو انيشيت ذا ام بي تي اند لينج داون اور نيدز اند وات وي نيد فروم ذا بروجرام اند ذا استراتيجي اوف وورك. The requirements for success of any project. لما بدأنا البرنامج قلنا ايه الحاجات اللي تخلي اي برنامج ينجح، لان البروجكت should be tied to the business of the organization، ولازم يكون في senior management commitment و detailed requirements و realistic schedule و good stakeholder relationships و skilled and appropriate team members with defined rules and responsibilities و availability of funding. حاولنا ان احنا نعمل كل الحاجات دي، ولقينا ان احنا عشان تبتدي بروجرام لارينا ترانسبلانتيشن تحتاج بليس وبيرسون ولايسنس. البليس ده المكان اللي بدانا فيه. المستشفى دي اتعملت اساسا عشان الليفر ترانسبلانتيشن، اشتغلوا حالتين او ثلاثه واتصرف عليها كتير جدا. لما بدانا احنا كنا نبتدي في مستشفى المسالك والكلى، ولكن كان لسه باقي حاجات كتيره. قال لك استغلوا الانفراستراكشرز والحاجات اللي موجوده في مستشفى الكبد. بدانا اشتغلنا فيها السنه دي وخدنا الترخيص عليها، لكن السنه اللي الترخيص ان شاء الله الجديد هيبقى على مستشفى كده والمسالك. ده اوضه من اربع اوض عمليات موجوده داخل المستشفى، ودي الكبسوله اللي موجوده، وفي اوضه عزل وفي عنايه لاربع سراير كلهم موجودين في وان سيكتور. البيرسونز دول الناس الشباب كلهم اللي هم انفولفد في التيم، استاذ الدكتور اشرف والدكتور هشام حموده دول النص سينيور. الاثنين اللي انا حاططهم في المربع الاحمر دول ليهم كلام هقوله دلوقتي مين هم دول. وده بروفيسور فرنارا، ده اللي اشتغل لنا اول حاله احنا عملناها. بدانا الام دي تي اللي احنا عملناه كان بيتكون من ايه؟ نيفرولوجي، سيرجري، اميونولوجي، كليفاتولوجي، استيباتولوجي، انستيزيولوجي. ويعني انا مبسوط لان الكلام ده مت الكلام اللي قاله استاذنا الدكتور حسين. طبعا هو بيقول ازاي تعمل تيم ترانسبلانتيشن. الجماعه بتوع اليورولوجي او السيرجري كلهم ريسيف تريننج كورسز ان يونيفرستي هوسبيتال اوف هالا اند زير سيسز ان ام دي وورك ان ترانسبلانتيشن. نصر الدين محمد ده اللي هو السينيور او السوبرفايزر اللي مسؤول عن التيم اليورولوجي لغايه الحاله رقم 50. ده استاذ مساعد عندنا في قسم المسالك، عايش بقاله 13 سنه في المانيا في الهوسبيتال يونيفرستي اوف هالا. وده هو اللي بيشتغل كل الحالات بجانب الشباب اللي هم اوريدي كانوا سافروا هناك وخدوا تريننج كورسز في نفس المستشفى. دي صوره من على الموقع الرسمي لليونيفرستي هوسبيتال اوف هالا. وده البروفيسور اللي اشتغل اول حاله لينا، بروفيسور فرنارا، ده رئيس الجمعيه الالمانيه لجراحه المسالك البوليه. ده نصر الدين محمد وده محمد زرزور. الاثنين دول اوريدي من جامعه اسيوط، ده بقاله 13 سنه، ده بقاله 3 سنين مدرس مساعد وحقيقي عشان ينتهي الدكتوراه. ودول اللي هم بيشتغلوا، والاربعه زمايلهم التانيين كلهم اخذوا تريننج كورس في نفس المستشفى. الانستيزيولوجي الاستاذ الدكتور عبد الراضي اشتغل 6 سنين في الانستيزيا في الهوسبيتالز في الخليج للترانسبلانتيشن، هو المسؤول عن الترانسبلانتيشن في الكدني والليفر. الكلينيكال باثولوجي اند اميونولوجي الحقيقه موفرين لنا كل اللي احنا عايزينه عندهم. الميونولوجيكال ده جميل جدا وبيشتغلوا بكل الموداليتيز، بيشتغلوا عندهم فلوسيتيمتري، عندهم جيومكس انسترومنت. وفي اول الحالات كنا بنعمل مقارنه صراحه ما بين الشغل بتاعهم والشغل في القاهره وما لقيناش اي ديفرنس. النيرسينج وي ار براود اوف اور نيرسينج تيم، كلهم اخذوا تريننج كورس في المنصوره واخذوا تريننج كورس مع المجموعه اللي جت اشتغلت اول حاله من المانيا. النيفرولوجي وي هاف ذا اكسبيرينس فروم ذا ايرلي 3 كيسز ذات بيرفورمد ات 2003. وي وركد كوشسلي، ديد اكستريم ايفورت، ستادينج فيري هارد، اسكينج سام بيرسونز ويز جريت هيلب فروم سيرش انجنز. ايتش سكسسفول كيس ميد اس stronger and more careful. We started by low risk patients in the first year. Obstacles اللي بتقابل اي transplantation program: control infection, genetic matching, immunosuppression. ودي الحاجات بنتغلب عليها هنا: antiseptic place, antibiotics, HLA timing and antibody detection.
والبروتوكولز اوف الميمو سبريشن. في حاله الغرض منها مش ان هي نقول ان احنا الحاله دي كيس ريبورت ولا لكن علشان نقول احنا هاو تو ثينك في الحالات الكيد ترانسبلانتيشن. ده اول حاله احنا اشتغلناها كان راجل وبنته هي اللي بتبرع له. كانوا الاثنين ايمونولوجيكالي فيت الايبو سيستم الاثنين ذا سيم بلاد جروب كانوا هابلو ايدنتيكال والانتي بادي ديتكشن كان 0% كروس ماتش والبي ار اي. اخذ البروتوكول بتاعهم اندكشن برضه اخذوا بس الاكسيمال وال during surgical procedure patient received 3 يونت اوف ماتشد ليكوفيتاز ار بي سيز لان كان الناس اثناء العمليه. البوست اوبريتيف كورس اوف ذا بيشنت واز ان ايفنتشوال اند جرافت فانكشن واز نورمال باي دي 5 والدنيا كانت ماشيه كويسه. في اليوم 12 بدا الليفل اوف هيموجلوبين يضرب من 10.5 الى 7.5 جرام بالدي 3 لتر في خلال 12 ساعه. الوقت بلس الكاونت ريلاتيفلي انكريز لكن ما عداش ال 11000 من ابر ليميت اوف نورمال. الريتيكولوسيتي كاونت بدا يعلى 3% ونورمال بليتد كاونت البليتد كاونت كان نورمال. ريون اوت بوت كان كومباربل السي في بي بتاع العيان كان 8 سم الكترولايت نورمال. الكرياتينين زاد من 113 مايكرو مول الى 147. الكلينيكال اكزامينيشن كان ان ريماركبل. طبعا قلنا ده في ايفيدنس اوف هيموليسيس. كل التستس دي بدانا عملناها الكواجليشن بارامترز وير نورمال. اللاكتيك ديهيدروجينيز ارتفع ل 990 يونت بير لتر والانكونجوجيتد بيلروبين ليفل ارتفع وي سسبكت هيموليتيك يوريك سندروم اسوشيت ويز تاكرولماس ادمنستريشن ويتش واز اكسكلودد اون ذا بيسس اوف ابسنس اوف فراجمنتد ار بي سي في البريفرال بلاد سمير. في الاخر وصلنا ان ده دايجنوزيس موستلي ان هو باسنجر لينفوسايت سندروم. الباسنجر لينفوسايت سندروم طبعا كلكم عارفينه ده ماينور ميس ماتش دونر بيرفورمد انتي اي اور بي ايزو هيموجلوتينين دايركتد اجينست ريسيبينس ار بي سيز. باسنجر ميموري بي لينفوسايت فروم ذا دونر ار ستيميوليتد باي ريسيبينت انجين. Allo immune hemolysis of the recipient RBCs higher in heart lung transplantation بيحصل 70% في الليفر بيبقى 29% وفي الكدني ريلي ان هو بيحصل في حدود 9%. Abrupt onset من 1 to 3 weeks after solid organ transplantation can also occur in minor blood group mismatch self limited usually resolving within 3 months. لكن الحقيقه لما قعدنا ندور الايثيولوجي اوف اوتيمين هيموليسيس ومشينا ورا الالجوريزمز المختلفه واحنا عندنا دايما في البدايه بيبقى ايرلي بوست ترانسبلانتيشن عندنا مخاوف من 4 حاجات دايما يبقى العيان الفلويد ستيت بتاعته شكلها ايه الانفكشن ده عميد مهول بندور عليه في كل حاجه الريجكشن والريفيو ميديكيشن كل شويه نشوف العيان ده بياخد ايه لربما يكون في دراج دراج انتر اكشن يبقى في سايد افكت من الدراج. لقينا ان العيان فعلا في اليوم اللي قبل الاخير ده بدا التمبريتشر بتاعته تعلى والوقت بس الكاونت ما رفعش خالص لكن ريلاتيفلي انكريز والسي ار بي عالي فقلنا ده غالبا انفكشن. رجعنا نفسنا تاني لقينا العيان ده في الاول شفنا ايه بوست اوف انفكشن طبعا بوست ترانسبلانتيشن عارفينها كلكم. لقينا العيان ده بقى 12 يوم والسي دي بي بتاعته راكبه وده من كان من خوفنا يعني ما كانش المفروض انها تقعد 12 يوم. خدنا كالشر من الكاتيتر تيب وبلاد كالشر وشلنا السي في بي ودينا امبيريك انتي بايوتيك طيناه متفانك. العام في خلال 24 ساعه بدا الهيموجلوبين ليفل بتاعه يرفع والبارامترز بتاعته كلها بدات ترجع. دي الطريقه اللي بنفكر فيها لما بتقابلنا مشكله وكل عيان بيبقى ليه مشكله مختلفه احيانا بتبقى ماشيه مع الجايد لاينز 1+1=2 واحيانا بتبقى حاجات طبعا لازم تفكر فيها مره واثنين وثلاثه. In the program of kidney transplantation, we have specific goals. We seize the moment to act on the goals in advance and know exactly how far we have left to go. And we are a realistic optimist. We are focusing on getting better rather than being good. We have no enough experience to share, but we initiate a wave in the lead water. Excuse me. سبورت الحقيقه احنا لقينا سبورت من البريزدنت اوف اور يونيفرستي بيليفز ان ذات ترانسبلانتيشن از ا جود هيلث ايشو سو هي سبورتد ترانسبلانتيشن بروجرامز الليفر والكدني وبداوا البون مارو ترانسبلانتيشن اشتغلوا حاله وهنشتغلوا حاليا الحاله الثانيه.
العميل بتاع الكليه الحقيقه كان سبورتنج كل الحاجات اللي احنا احتاجناها جابها ان تايم. اور ديبارتمنت انكاريجز اس تو كونتينيو ذا جونيور كوليج ار موتيفيتد ذا هيد اوف ذا تيم ار جينيروس وي ار هوبينج فور وات تو ريتش كيس نمبر 30 ان ذا نيكست يير تو ترانسبلانت انترميديت اند هاير to some extent risk patients, to deal with hepatitis positive patients, to start the publication of researches. إن شاء الله من السنة الجاية عايزين نعمل annual conference للtransplantation. We need support from experienced and pioneer centers and support of the Egyptian Society of Liver Transplantation. وأهم حاجة بنسعى إليها كلنا طبعاً هو عون الله وتوفيقه وأن يكون عام أن هذا خالصاً له وهو له التوفيق. السلام عليكم. شكرا لكل سامينا على العرض الشيء ده. اتمنى فعلا ان جامعه الام في الصعيد كانت طبعا حقيقه تبقى كونفر وجامعه عريقه ويمكن كنت بدافع حب لهذه الجامعه لان جامعه كبيره جدا واسمها رنان واعتقد ان هيبقى في تشنج بين جمهور حضرتك وطبعا مساند الاستاذ دكتور اشرف رئيس التيم وكل الجنريشنز اللي موجوده والناس اللي ان شاء الله بتمر باحسن واحسن مصر. انا تعليق صغير على الحاله اللي حضرتك عرفتها لان حضرتك لما جيت للانتي بيوتيك والكلام ده حصل لي بعض الانفيوجن يعني هو الانتي بيوتيك والانفكشن كان السبب في الهيموليسيس والانفكشن لا ما هو بص انا عشان بس اوضح لان هو ده انا اشرت القصه دي اكبر سيريس في الباسنجر للفساد سندروم مشهوره في مصر من عندنا كان بتوع البارك كان البارك ونفس الكلام قول ايه قول بي احنا قلقنا في الكلام ده وانا اشرت في بتاعت الار اتش انا كان عندنا 10 حالات. البسنجر انفوسايد سيندروم باختصار هو الانفوسايد اللي بينتقل من الدرافت. فلما يبقى في ماينر كومباتيبلتي الانفوسايد بيبقى سنسايز بيتنقل من سيفن تمام؟ فبتكون انتي بودي ممكن تكمل من السماحات 7% 9% في الكيدني. التريتمنت في الغالب بس كونتينيوس شويه بلاد ترانسفيوجن لكن احيانا مع كيس سيربوس فيري اجريسيف ونسيت ان ده التوكسيماب لان ده الانفكشن في الاخر او بلازما تشينج او اي جي ار فور ان سيبريموس لكن موضوع الانفكشن ده مركب عليها يعني الموضوع شويه هو تطلع حصل معايا هو مش حاسس بالموضوع كويس لكن هو مت التحسن مع موبل اوف ذا سيبريموس الاكسبيرينس الاكسبيرينس بتاعتنا ان انا ما اقدرش اقول انفكشن سورس السيبريموس بينزل بس الموضوع بالشكل ده لكن انا هاو يعني هي عدت فيها ده مش مشكورك وبشكر تاني وتالت كمان دكتور اشرف لان الخبر اللي قاله النهارده بالنسبه لي خبر كبير جدا لان ما كانش في تواصل في الفتره اللي فاتت فاذا فعلا لان ده مسؤولين يعني لما يكون عندنا 53 عيان بتصير في الشفت الواحد في المستشفى وانا مش قادر متحسر على هذا الكلام الحاجه الجميله في المرضى هناك اللي هو فيري ابريشيتنج وناس لطاف و امانه مسؤوليه كبيره جدا ونتمنى فعلا ان اصول تبقى فعلا ان هي تاج الصعيد وتاج مصر كلها باذن الله شكرا جدا لحضرتك يا حضرتك 10 دقائق لا احسن حاجه وبعدين 10 دقائق وبعد كده استاذ الدكتور عمر ماشي ان شاء الله صحنا خلاص يعني الدكتور الاستاذ محمد ابو غاب هو وسيط اشعه في المركز وراجل يعني ويل نون في الكومبليكيشنز والكونتكشر وناشر في ادفانسز في الام ار اي واستخدام الام ار اي داينامكس والفانكشنال ام ار اي ولو في الانترفنشن نفرولي سواء في البايوبسيس او الفاسكولار هايبرتكشن بالاضافه بقى للحاجات شغل البي سي ان والكلام ده كله وجنب هذه الاعباء كلها من شهور قليله تعين نائب مدير مركز الكلى في المنصوره. فطبعا احنا اهم من نائب مدير المركز الدكتور رفعت استاذ محترم وشغل كويس وعنده خبره كبيره جدا في مجال الانتجيشن. احنا هنسعد بسماع له ايمجينج يمكن ترانسبلانتيشن. طبعا بشكر الدكتور حسين على التقديم ده يعني وبشكر استاذ الدكتور علي على الدعوه ان انا اكون موجود بينكم النهارده يعني ان انا اعرض الراديولوجيكال اسبكت ان كيدني ترانسبلانت وبشكر الناس اللي قاعده برده متاخره بتسمعني انا عارف طبعا ان في ناس كتير مش تبقى انترستد قوي يعني بس انا هحاول اعرض الموضوع من وجهه
الكلينيكال ابلكيشن للراديولوجي زائد يعني او اللي انا احب اقوله ايه اللي نعمله في العيال يعني ايه الموداليتي اللي احنا حضرتك تسمح لي بس اعمل انترفيرنس هنا. هو احنا لو هنبقى دكاتره كلى كويسين في الترانسبلانتيشن او في النفرولوجي وما عندناش فكره عن الراديولوجي يبقى مش دكاتره كويسين. وده فايده اللي هو المالتي سيبلينري تيم، كل واحد بيعرف لغه الثاني ايه. لان مش كل لو كل واحد اشتغل في جزر منعزله ما بيبقاش في كير خالص. فدكتور الكلى اللي ما يعرفش البرنسز بتاع الراديولوجي على الاقل ديسيجن ميكنج في الراديولوجي ممكن اي حد يضحك عليه ويبقى قصه كده هلايوني. لا الباثولوجي هو اللي بيعالج العيان ولا الراديولوجي هو اللي بيعالج العيان، في الاخر احنا مسؤوليتنا احنا. فالمفروض يبقى عندنا مفاتيح اللغه بتاعتها، احنا مش هنريبليس ذنب لكن يبقى فاهمين، هو يبقى فاهم دماغنا واحنا فاهمين دماغه. فبالديفينيت الراديولوجي شيء مهم جدا جدا، خاص مهم جدا سواء دايجنوستيك او الانترفيشن راديولوجي، انه بيحل مصائب كبيره جدا. ودكتور محمد برضه ضعف الايمبولايزيشن الهيموريج والكلام ده والبليدنج العنيف اللي بيقوم اليورين سيستم، فالكلام ده كله بيحل مصائب كبيره. ده سؤال مسيوم، ام سوري فور انتربشن، ام مسيوم ذات ايفري بودي از انترستد. It's very interesting. Thank you. أخش في الموضوع لأن طبعا الموضوع طويل جدا، الموضوع طويل جدا. أنا هحاول إن أنا أختصر الموضوع على قد ما أقدر. طبعا هو هنتكلم إن شاء الله على الـ pre-operative evaluation، هنتكلم على الـ pre-operative evaluation للدونر أساسا باختصار شديد. الـ recipients sometimes you need to do pre-operative evaluation in some cases. تاني حاجة أو النقطة اللي هنحاول نركز عليها اللي هو الكلاسيك ايمجينج افتر ترانسبلانت في النورمال في البيزن ستاتس افتر ترانسبلانتيشن وات تو دو ديورينج كومبليكيشنز. اول حاجه طبعا بالنسبه للبري اوبراتيف اسسمنت اوف دونر، يعني ايه اللي احنا بنحتاج نعمله او محتاجين نعرف اناتوميكال ديتيلز للكيدنيز قبل الترانسبلانتيشن، محتاجين نعمل فانكشن ايفالويشن للكيدنيز قبل الترانسبلانتيشن. طيب احنا بنعمل الروتين او الروتين اللي احنا بنعمله عندنا في المركز هو طبعا البيزل الالترا ساوند والكيو بي. ده اول حاجه ما بيجي العيان ده بيتعمل لهم البيزل الالترا ساوند والكيو بي، ده من حاجات البيزل ستاند. بعد كده عندنا الايفالويشن، قلنا لحد سنه 98 بنعتمد على الانفيزيف انجيوغرافي او الديجيتال فينس ايمجنج، وبعد كده كنا بنعمل لو سسبشس كنا بنعمل الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي لو احنا عندنا مشكله. وبعد كده من سنة 98 أو يمكن قبليها بشوية صغيرين بدأ السي تي بدأ يحصل امبروفمنت شوية، بدأنا نعمل انجيوغرافي بس ما كناش بنعتمد عليه سي تي انجيوغرافي قبل في أواخر التسعينات. لكن دخل الام ار عندنا سنة 98 في المركز، بدأنا شيفت من الانجيوغرافي الكونفشنال انجيوغرافي للام ار انجيوغرافي. فضلنا من 98 لحد 2006 بنشتغل ام ار انجيوغرافي. بعد كده من 2006 بعد ما دخل المالتي ديتكتور سي تي او بدات الامبروفمنت بتاعت السي تي بدانا شيفت للسي تي انجيوغرافي. طب واحد هيقول لي هو السي تي ولا الام ار؟ يعني هو مين اللي افضل او ليه شيفت للسي تي او الام ار؟ انا زي ما شفت انتوا النهارده هنا انتوا عاملين سي تي، يعني انتوا الحاجه اللي كانت بتزرع النهارده عامله سي تي انجيوغرافي. السي تي انجيوغرافي هو ميزته او الميزته ان هو الجهاز سريع، يعني العيان مشكلتنا في الام ار الجهاز الانستال بتاخد وقت طويل، فده العيان مشكله الريسبيريشن دي بتنطفي شويه مع الام ار انجيوغرافي. تاني حاجه الام ار مش افيلبل في كل حته، يعني برضه مش كل الناس عندها اكسبيرينس في الام ار شغل الام ار. السي تي شغل اسهل يمكن ارخص كمان بالنسبه لتكلفه السي تي ارخص، السي تي افيلبل فعشان كده سي تي. لكن السي تي كسي تي كانجيوغرافي السي تي الريزولوشن بتاعته احسن من الام ار بالذات في كده ترانسبلانت والدون. الام ار انجيوغرافي محتاج لو انا عندي بارينكيمال كومبليكيشن يعني لو عندي حاجه، لكن بالنسبه للفاسكولاريتي السي تي بيديني ديتيلز في الفاسكولاريتي احسن او يعني ليتل بيت مور ذان ام ار، بالاضافه ان الوقت قصير يعني الوقت الاستادي قصير فده العيان ما بيحتاجش وقت طويل. طيب احنا قلنا ان السي تي والام ار زي ما احنا قلنا ده خلاص ريبليس ال كونفشن انجيوغرافي دلوقتي. ايه اللي انا عايز اعرفه بقى لما بعمل انجيوغرافي دلوقتي؟ انا طبعا بعمل دلوقتي انجيوغرافي اللي هو كروس سكشن دلوقتي تقريبا ما عادش حد بيعمل اللي هو كونفشنال انجيوغرافي خلاص، يعني ما عادش حد بيعمل الا بنعمله الا عشان خاطر لو انت حاجه يعني حصل كومبليكيشن باسورد كومبليكيشن او كامل انترفيشن ده اللي نرجع للكونفشنال انجيوغرافي. لكن دلوقتي السي تي حل كل مشاكل الانجيوغرافي. لو انا عندي طبعا مشكله مش عارف بقى العيان السيرم كرياتينين عالي عنده خايف ان هو يحصل له مشكله من الكونتراست
في الحالات دي ممكن ألجأ للام ار انجلو. طبعا اللي انا بعلق عليه الرينال ارتريس طبعا ان انا السي تي طبعا انا بعمل المالتي فيزيك او الام ار انا بعمل مالتي فيزيك بروتوكولز بايفالويت الفيزلز بايفالويت البلاد فيزلز بشوف النورمال النمبر في الرينال ارتريس طبعا والفينز الاناتوميكال فينز بتاعت الرينال فينز اللينث بتاع الرينال ارتري طبعا بري ترانسبلانتيشن ده مهم جدا للسيرجن عشان يعرف هياخد اي سايت كونفرنس بتاع الرينال فينز الاناتوميكال فينز بتاعت الفينز اي فاسكولار انوماليز موجوده بيفور ترانسبلانتيشن ده انا محتاج اعلق عليها او لازم اعلق عليها البريكمال انورمالتيز النفروجرافي الفروجرافيك فيز ده مهم جدا سواء بالسي تي او بالام ار زائد الام ار سي تي او الام ار الروجرافي الايفالويشن للفينتوكلاسيال سيستم. المدرس طبعا زي ما انا قلت ان انا عايز حاجه ريسك فري عايز حاجه تديني سفشنت اناتوميكال كل ده انا بقدر اخده بالسي تي وبالام ار يعني ده لما فيش ريسك فري بديني سفشنت او لوت اوف داتا بقدر استفيد منها كاناتومي وكفانكشن ما بيكون المدرس دي بتديني معلومات اول ده سيف ان انا هشيل الكيدني دي ولا لا ممكن اعمل بتاع ولا الكيدني ده سوليتري كيدني طبعا يعني الايمجنج بيفيدني في حاجات كتير كونجنتال انوماليز ان انا قبل ما افتح ولاقي عندي قرص شو كيدني الا عنده قرص ديفيوز كيدني كل الحاجات دي بقدر اخدها من كروس سكشنال ايمجنج طبعا الالترا ساوند بيفيد لكن طبعا الديتيلز بتاعت الاناتومي لازم اشوفها بالام ار بالكروس سكشنال الام ار بروتوكول لما انا قلت ان احنا بدانا نستارت بالام ار الام ار بحتاج اعمل مالتي فيزيك ام ار بعمل اول بنبدا بتي 2 تي 2 ده بايفالويت البارينكما قبل ما اعمل قبل ما اعمل اد كونتراست وبعد كده بعمل ايفالويشن بيبيكال سيستم ان انا بعمل ام ار جيوغرافي بعد كده بعمل ام ار انجيوغرافي ام ار انجيوغرافي بعمل ارتيريال وفينس فيزيس عشان ايفالويت البلاد فيزيس بعمل حاجه اسمها ام ار نيفروجرافي ده بايفالويت الرينال بارينكما اي مشاكل في الرينال بارينكما بقدر اشخصها بالام ار وبعد كده بعمل حاجه اسمها اكسبيرتور يوروجرافي طبعا انا ببقى مدي كونتراست وبدي لازكس وبعد بصرف حوالي 5 دقائق او 7 دقائق لحد ما بيحصل كومبليت اكسكريشن كونتراست وبعد كده بعمل ام ار يوروجرافي عشان ايفالويت اليورينال البلتوكالسيال سيستم واليورين ترانزوي البلد طبعا ده اكزامبلز الام ار انا طبعا بس انا عارف ان الموضوع بس طويل بس انا هحاول اختصر على المدى ده اكزامبل الام ار انجيوغرافي ده طبعا المالتيبليست بتاعت الفيزل انا قادر اشوف هنا تو مين ارتريز انا شايف هنا سنجل شايف هنا مين ارتري على الليفت سايد شايف فيه مولر ارتري على اللي هو بون ده الام ار انجيوغرافي او الام ار ارتريوغرافي والام ار انجيوغرافي كتير من كلود الارتريوغرافي وانكلود البينوغرافي دول تو فيزز ده الفيز الثاني اللي هو بتاع البينوغرافي ان انا قادر اشوف هنا ده الاورطه برضه بس مش باسيفايد ده خلاص بدا يحصل الكونتراست يقل والرياكت بدا يبان الاي في سي هنا انا قادر اشوف هنا في ريترو اورت جرين فين هنا ده في كودال بالسن ده برضه من الحاجات المهمه في البري ترانسبلانتيشن ان الديتيل ده نادم ليه قبل الدونيشن عشان السيرجن يبقى اوير بيفول الديتيل ده طبعا السنجل ليفت رينال فين رايت رينال فين على الرايت سايد الام ار جو برضه ده باي لاترال ده حاله سيمبل كيس وباي لاترال لكن دي حاله ثانيه هنا زي ما انا قلت الديتيلز انتم بالبريتيما الانورمالتيز او كونجنتال انوماليز اللي موجوده زي ما هنا حاله تورس شو كده في ده ام ار جوجرافي ده قلنا بعد ما الكونتراست بيحصل له اكسكريشن بقدر اشوف الديتيل ده انوماليز بتاع الفيلتوكالسيال سيستم هنا برضه هنا دوبليكيشن اوف ذا فيلتوكالسيال سيستم ده طبعا قبل كده قبل الكونفنشنال انجيوغرافي كنا بنضطر نعمل اي في يو عشان ايفالويشن لكن ده بقى اسمها سنجل شوت او وان شوب ستادي ان انا بس وان ستادي سواء بالسي تي او بالام ار رينال فيزز بقدر ايفالويت الرينال باريكتوم وبقدر ايفالويت البيتوكاليسيال سيستم واليورترز والبلادر بسنجل شوب ستادي ده طبعا برضه ايفالويت ده السي تي بقى السي تي زي ما انا شفنا الحاله النهارده اللي كانت داخله دونيشن دي عامله سي تي انجيوغرافي السي تي انا قلت طبعا هو دلوقتي هو الريفير بعد الامبروفمنت بتاعت السي تي سي تي من الحاجات الريفير بان انا ايفالويت الدونرز ليها بالذات في الرينال فاسكوليشن ده السي تي بتاع اللي بنسميه المالتي فيزيك سي تي سي تي المالتي فيزيك سي تي البروتوكول اللي احنا بنستخدمه عندنا في المركز احنا بنعمل فور فيزيس بعمل النون كونتراست والنون كونتراست من الحاجات المهمه بالذات عشان الستونز ستونز والكالسيفيكيشن والايفالويشن للاثروسكوليتيك تشينجز كمان يعني دي كل حاجات من الحاجات المهمه قبل الاستادي بالذات العميل الاولد ايج برضه قبل الدونيشن ان انا اشوف السكوليتيك تشينجز دي بتبقى موجوده لكن اللي انا بعمله ده المهم ان انا النون كونتراست سي تي بيهمني جدا في اللي انا بشوف لو في
رينال ستونز موجوده، هي طبعا الالتر ساوند ممكن يجي، لكن لازم يكون عندك حاجه سبجكت. مشكله الالتر ساوند ان هو اوبريتور في الرينال، فدي من الحاجات برضو المهمه. ممكن برضو الحاجات اللي هي السمول ستونز ممكن تبقى ميست في الالتر ساوند لو الاوبريتور ما عندوش الاكسبيرينس عليها. ده نفس الفكره هنا برضو، ده السي تي انجيوغرافي هنا، ده الدبل زي ما نقدر نشوف هنا الفاسكولاريك على البوست سايز. هنا رينال فينز، هنا دي حاله فيها دبل رينال فين، هنا واحد لو كودال ديسنت ولو ريترو اورتيك بورس، وده اللي هو المين رينال فين اللي داخل دي التايب سي دي ضيق. برضه ده اكزامبلز هنا للاكسسوار برانشز، هنا ده بولر برانش هنا على الرايت سايد اللي هي رايح الابر بوك بتاع الكندي زائد المين رينال ارتري، وده هنا في ايرلي برانشنج، ده في بري هايلر برانشنج، ده برضه مين بولر برانش قبل ما يدخل من رينال ارتري للكندي. ده برضه 3 دي فوليومتريك، دي من الحاجات الكويسه طبعا امبروفمنت اللي هي بتحسن الريزوليوشنز وبتحسن الريزلتس بتاعت السي تي. ده برضه السي تي اوروغرافي زي فكره الام ار اوروغرافي، ان انا بويت لحد ما كونتراست يبقى اكسكريتد وبعد كده اعمل ايفالويشن للبنكالسيال سيستم. طبعا مشكله السي تي او مشكله اللي عندنا في السي تي هي الراديشن دوز، الثمن اللي بيدفع في الراديشن دوز ده اللي بيخلي السي تي في ممكن يكون في ناس عليه اللي بينزل بالذات احنا يمكن في مصر الناس ما بتهتمش قوي بالموضوع ده، يعني محدش بيدور قوي على قصه الريسك بتاع الراديشن دوز، لكن طبعا حصل موديفيكيشنز دلوقتي في السي تي، يعني حصل في ناس بتستخدم حاجه اسمها دبل دوز بروتوكول، حاجه بتستخدم تريبل دوز بروتوكول، ان انا ممكن احي نص الدوز بتاعت الكونتراست واستنى لحد ما اكسكريت خمس دقائق الكونتراست واقوم اصور العيان بعد كده اعمل له ارتيريال وفينس فيز. خلاص يبقى كده كده العيان عملت له هنا زي الصوره دي الكونتراست جوه البيتريكالسيال سيستم، انا عامل البيتريكالسيال سيستم وعامل له ارتيريال وفينس فيز وشايف اللي بعمل ايفاليوشن للفيز. في ناس عشان تقلل الدوز بتعمل تريبل دوز فيز. اللي هو مدي بار الدوز لحد ما يحصل اكسكريشن بيتريكالسيال سيستم وقبل الفحص بحوالي 40 50 ثانيه يقوم حقنه جزء من الكونتراست تاني وبعد كده يقوم عامل له فيز واحد بس اللي هو الارتيريال فيز. بعد كده اللي اتاخد ايميديت قبل الفحص ده هيلحق البنز مليانه. والدوز اللي عمل فيها الارتيريال فيز ده هيشوف الارتريز زائد الكونتراست اللي كان اكسكريتد بالدوز اللي انا حققتها قبل الفحص. فكان عندنا حاجه اسمها سنجل بولس او دبل بولس او تريبل بولس تكنيك، ده كل ده عشان نقلل الراديشن دوز بتاعت اللي هو بيتعرض ليها العيان. عندنا الحاجات اللي هي الفانكشن اسسمنت اللي هو الستيل بنحتاجه لحد دلوقتي اللي هو الايفالويشن للكيدني فانكشن بالايزوتوب رينوجرافي الماكس بي او تكنيسيا ماكس بي او دي تي بي اي. ده طبعا الفيزس بتاعت ده الايرلي فيز اللي هو البرفيوجن فيز، ده بيبقى 2 فريمز بير سكند او كل افري 2 سكندز 1 فريم افري 2 سكندز بناخده في اول 3 دقائق لحد ما نشوف البرفيوجن بتاع الكيدني. بعد كده باخد فريم كل دقيقه لحد عشان ايفالويت الابتيك والتريسر اكسكريشن عشان ايفالويت الكيدني فانكشن. بعد كده بحسب الجي اف ار بقدر احسب البرسنتج اوف الكيدني فانكشن، لان طبعا ان انا بحتاج اخد الكيدني الاقل، يعني انا بسيب العيان الكيدني فانكشن بتاعتي اولا بفاليويت الاثنين البيرفكت فانكشن. الحاجه الثانيه ان انا بسيب للعيان الكيدني البيتر، انا ما باخدش الكيدني اللي هي كويسه، لا انا بسيب العيان الكيدني اللي هي الفانكشن بتاعتها اقل. لو الاثنين ايكوال طبعا السيرجن بيفضل ان هو بياخد الليفت سايد علشان خاطر اللينس بتاع رينال فين والفيزيت بتبقى اسهل معاه في السيرجن. احنا حاولنا في المركز يعني من سنه 2004 احنا حاولنا نعمل حاجه اسمها ان احنا نضيف الايفالويشن رينال فانكشن سواء بالسي تي او بالام ار، يعني دي كانت كذا ابلكيشن. وستيل احنا يعني لما بيبقى عندنا ديفيشنسي في الجاما كاميرا او الجاما كاميرا فيها عوطه بتاع، احنا ممكن نرجع للتكنيك ده ان احنا بنحاول ايفالويت لينا الفانكشن في في بابليكيشنز كتير وفي ناس كتير بتحاول تعملها على الجياتريك بالذات علشان خاطر تقلل الاكسبوجر او تقلل بالذات بالام ار، يعني بنتكلم بالذات بالام ار. احنا حاولنا في الاول بالسي تي كسنجل شوب ان احنا الاول اناتوميكال وفانكشن اسسمنت وكانت طبعا نتائج كويسه، بقى هي مشكلتها ان البوست بروسيسنج بتاعتها بياخد وقت طويل، فده هي بس المشكله ان هي بتبقى مجهده جدا في النتائج بتاعتها عشان تطلع نتائج، لكن هي بتطلع نتائج كومبارابل مع الجاما كاميرا اتليست ان انا بالعيان لو عندي بيرفكت الكيدني فانكشن كويسه والعيان الكيميكال كليرنس بتاعته او الكليرنس بتاعه كويس انا ممكن اعرف البرسنتج اتليست، انا ممكن اعرف البرسنتج بتاعت الكيدني اكيوريت من سواء بالجاما بالام ار او بالسي تي. احنا برضه عملنا مالتي بوست ستادز بالسي تي
بالام ار بدنا ناخد منين من سنجل استادي اقدر اعمل ايفالويشن للفيزيت اقدر اعمل ايفالويشن للرينال بريكوم للبيبل سيستم ممكن اخد فكره عن الكيدني فانكشن. ده كان بسرعه الايفالويشن بتاع الدونر الريسيبيانت هو ريسيبيانت يعني الايفالويشن بتاعه يعني ما بيحتاجش حاجات سوفيستيكيتد في الراديولوجي الا لو كان عنده مشاكل لكن احنا عندنا الفيزز انا هو بس هنا النص الثانيه ساعات الجامعة كاميرا بتبقى الصور بتاعتها مش حلوه قوي وفي مقاله نازله تقريبا على السي تي فوليومتريك اسسمنت والسي تي جي اف ار استيميشن انت ضعف سبيل الجامعه كامل رايك ايه في ده حقيقي انت مشكله في الريزولوشن بتاع الجامعه كامل انت في الام ار انا بقدر اشوف انا شايف الكيدني كويس جدا في الجامعه كامل بيبقى ساعات ان انت شايف كل ريجن اوف انت السبيله صعب ما بتقدرش ما عندكش الاناتوميكال ديتيلز في الجامعه كامل ديفيكال عن السي تي. طب وايه صعوبه عمل السي تي جي اف ار؟ السي تي جي اف ار ده بيحتاج معادلات معقده شويه يعني كان السوفت وير بيطلعه لا 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 هي بيبقى لها معادلات هو السوفت وير دلوقتي احنا ما بدانا في 2004 كان انت كالكوليشن للفوليوم بتاع الكيدني احنا كنا بنعمل كالكوليشن للفوليوم وبنشوف الانهانسمنت بتاع الكيدني كنا طلعنا يعني طلعنا زي معادله كده بتطلع ريلاتيف جي اف ار فطلعت لكن كان الكالكوليشن بتاعنا دلوقتي السوفت وير دي اتحسنت تقدر تحسب الفوليوم اكيوريت دلوقتي بضغط على الزرار ال سي تي تقدر تفاليويت بتاعها فالموضوع يعني احنا دلوقتي جايبين سري تسلا ام ار من حوالي 6 شهور وده طبعا حسن الريزوليوشن حسن الشغل بتاع الام ار واحنا متوقعين ان احنا في الفتره الجايه ان شاء الله يعني الفانكشنال ايفالويشن ده هيتحسن ان شاء الله في الفتره الجايه واحنا يعني ايه يعني ده ايه المداخله دي سببها ايه؟ لما يكون عندي جامعه كاميرا وطلع لي كيدني مثلا 50 والثانيه 38 الفرق اكثر من 10 ده معناها ان في مشكله ولو عدنا فعلا وطلع نفس الفرق ما بنطلع من القصه الدونيشن والكلام ساعات ما بيتعمل للناس دي وخاصه لما تكون صور الدكتور الاشعه مش بتحلاها قوي ممكن السي تي والجرافي السي تي جي اف ار والسي تي هو الام ار جي اف ار الناس بتستخدم الام ار احسن لان الجادولينيوم الجادولينيوم زي الانيولين هو كومبليتلي فلتريتد فعشان كده بيدي ريزلتس احسن من الايودين يعني الجادولينيوم كومبليتلي فلتريتد للكدني عشان كده هو بيدي ريزلتس اعلى في حتى بيدي بيتر ايفالويشن بيتر كالكوليشن للجي اف ار احسن من ال يعني احنا ما احنا لما بنبص على الميجرام نلاقي الفرق مش واصل ل 10 بناخد الكيدني الاقل ده البوليسي بتاعتنا طب افرض الفرق اكتر من 10 وانا مش مرتاح للصور ان نعمل الصور بسبب الام ار او السي تي بس اللي منشور كان على السي تي ان هو يديني صور افضل ممكن يديني جي اف ار افضل كتير من الرينوجرام فساعتها بتبقى الفرق ضاع ما عادش فرق وتاخد الكلى بالظبط بالظبط يعني هل هو فاليديتد حضرتك اللي هو فاليديتد جي اف ار بالذات في البدايات شغال في البدايات كمان بالذات في البدايات اللي مهتمين بيه اكتر موست اوف بابليكيشنز اوف بدايات البدايات ريلايبل ريلايبل عليه لو سيتي ريلايبل ريلايبل كل دي معموله حتى الايفالويشن اوف ان هو الاوبستراكشن الرينوجرافيك كير بس كل الناس مش عايزه تستخدم السي تي او الحاجه في الراديشن كل دي محاولات تقليل الراديشن الاطفال بالذات هو تاكيدا لكلام حضرتك احنا في كونسنسس جايد لاينز وفي مقالات كل يوم بتطلع ان احنا نرحم العائلين من الراديشن لان ساعات بيبقى ابيوزنج زي سي تي وسي تي فول اب مش حاسس كده يعني احنا بنتكلم على السيكري والدايلسيس الترانسبلانتيشن للاوفر راديشن مش مجرد مش مفصل بالظبط كده زي ما احنا قلنا بالنسبه بقى للريسيبيانت يعني طبعا في حاجات بيزل ورك اب زي تشيست اكس راي كيو بي طبعا الالترا ساوند الابدومينال الالترا ساوند الايكو كورونال ستريس بس دي حاجات من البيزل او البري ترانسبلانتيشن دلوقتي طيب انا ممكن احتاج بقى حاجات مور ادفانسد لو انا عندي كويشن انا عايز اشيل الكيدني دي ولا ما اشيلهاش انا عايز اتاكد مثلا عيان بوليسيستيك كيدني ولا لارج كيدني عايز اعرف الام دي في الاكستنشن اكوريت اكستنشن عندي سبيس هزرع فيه ولا ما عنديش لو في كويشن للنفريكتوم لو لقيت عنده انسيدنتال ديسكفرد ليجن موجود في الكيدني عايز فيرذر ايفالويشن عامل سي تي او عامل ام ار بعد كده عيان عنده ريسك للاسيرسكلوروز عايز ايفالويت الكلاسيفيكيشن عايز اشوف او لقيت البرين اكس راي كلاسيفيكيشن بالبيزنس عايز اعرف هل في سفشن فري بارت اوف بيزنس عشان هزرع فيه ولا مش هزرع فكل دي من الحاجات اللي بتحتاج فيردر ايفالويشن بتاع برضه اللي احنا من الحاجات زياده برضه لو ده
ديجنوز الطفره ده ستيل ان انا بحتاج الفيسيولوجي ده لسه مفيش رول ريبليسمنت لحد دلوقتي، ولكن احنا يعني بنحاول ان احنا نعمل بالام ار فيسيولوجي دلوقتي عشان نقلل الاكسبوجر بالذات في الاطفال، يعني دي الحاجات اللي احنا بنحاول دلوقتي في الاطفال ان احنا لكن ستيل الكونفشنال افويدنج او سيستوجرام لسه ديجنوز الطفره مفيش حاجه لسه يعني سوليد ان تقول ان احنا ممكن نستغنى عنها لحد دلوقتي، لسه ده بنحتاجه طبعا عشان الايفالويشن بري اوبراتيف للفلوكس. دي كانت حاله من الحالات اللي عندنا اللي كان عندها انسيدنتال ديسكفر سوليد رينال ماس هنا في الكدني بالالترا ساوند. السي تي عملنا نان كونتراست سي تي كونفيرم ان في ناس برضه المنظر ده، بس ما اديناش كونتراست عشان الهاي دوز ده. عملنا ام ار، الام ار دلوقتي احنا عندنا ميزه دلوقتي جديده في الام ار اللي هو الديفيوجن ويتد ام ار، الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتعمل فانكشنال ايفالويشن للليجنز في الكدني دلوقتي اللي هو ال ديفيوجن ويتد ام ار اي، ان انا لما بلاقي ريستريكشن في الديفيوجن ده بيأكد ان ده مالجنانت ليجن. هي الحاله دي ما كانش فيها سيجنفيكانت دي، كانت حاله فاضل لوكالوسيستيك رينال نفروما في الكدني، ودي من الحاجات اللي انا بنقول ان احنا بنحتاج نعمل فيردر ايفالويشن فيها، ان انا سواء اعمل سي تي او اعمل ام ار فور ايفالويشن. لو انا هعمل ام ار وهقدر استغنى بالام ار من ما اديش كونتراست، يبقى اللي بيت هيحصل بقى لو انا محتاج احقن كونتراست في الام ار، هل اعمل سي تي ولا هعمل ام ار؟ دكتور حسين بقى يقول لو عيان رينا انفيرمنت ومحتاج اعمل سي تي ولا اعمل ام ار؟ هو هي بس في هو القصه معقده شويه. معقده في ايه؟ انه الجدولينيوم زي ما الدكتور سامي بيقول ان في مشكله لو الجي اف ار كان بيقولوا 30 دلوقتي نزلت ل 15 ملي 15 ملي بير مينت. هو ستيل 30 اكسبتد للراديولوجيست. اكسبتد. لكن عاوز اقول على حاجه، في حاجات لازم الام ار يتعمل فيها. في بعض التيومرز ما بتشخصش الا بالام ار، فاحنا لو عارفين الانديكيشن انا عاوزه لايه هبقى مضطر اليه. لو اضطريت اليه لازم اعمله. لا، والريسك بتاع النفروز سيستميك فيبروزس مع استخدام النون جادومايد، ما عندنا في 7-8 انواع من الجادولينيوم او حشوهم على الاطلاق الجادومايد، على الرغم ان احنا مشينا عليه سنين طويله حوالي 10 سنين الا ان احنا ما شخصناش في مركز الكلى ولا حاله واحده نفروجينيك سيستميك فيبروز. لكن النفروز سيستميك فيبروز ده بيجي من الليتريتشرز اللي موجوده، فبنعمل كومبرومايز. ساعات بيبقى فيها شركه يعني موضوع كوميرشال شويه للموضوع، لكن هو ان جنرال انا لو انا لو العيان اون دايلسيس اتس بيتر ان انا اعمل سي تي الايودين ووشبل مور بيتر ان ويت ابوش للدايلسيس. طب ده اتليست 3 سيشن يعني ارينج ايميديتلي في الجادولينيوم. الجادولينيوم ما بيشكش، ده انا بتكلم على الايودين. ما انا بقول لحضرتك الجادولينيوم ما بيشكش بسهوله بثلاث سيشن، ولكن ما فيش ايفيدنس بيز ريكومنديشن. لكن في من الاكسبيرتس اوبينيون ان انا اعمل 3 كونسيكوتيف ديلي دايلس. المعلومه السي تي حضرتك فكرتني بمعلومه مهمه جدا لازم نقولها. لو العيان بيعمل دايلسيس وقررت اعمل له سي تي ويز كونتراست، اسبيتر ان انا اخد له الميعاد قبل الدايلسيس لانه لو انا طنشت ممكن يحصل حاجه غير سايد افكتس بره الكدني ما غير العيان بيغسل. في حاجه اسمها ايودايد مامبس. الايودايد مامس يعني ايه؟ انا دلوقتي الايودين بالشال زي ما الدكتور محمد بيقول بالدالس، يعني لو جبت قيس الايودايد ليفل العيان قبل الدالس وبعد الدالس بيبقى سيجنفيكانت ريدكشن، والدالس دي مودالس افيشنت تماما في التخلص منه. فانت لو ما عملتش دالس وطنشت والكدني مش شغاله عيان بيعمل دالسيس بيحصل اكيوميشن للايودايد لدرجه ممكن تعمل هايبر سيستيف ريأكشن سكين راش والسليفر جلانس والكلام ده كله تتضخم، ممكن يبقى في بنكرياتايتس عامله بالظبط عشان كده يسموها ايودايد مامبس. يبقى المسج اللي انا عاوز اقولها من النقطه دي ان لو هنعمل سي تي ويز كونتراست نعملها قبل ولو العيال عمل بنعمله روتين عندنا، ولو العيال لو عمل كورونا انج وهو بيغسل ايميديت بعد الاستابليشن اوف استابلايزيشن اوف هيموديناميك ستيتس بتاعته اعمل الداليسيس وما اعملوش بقى بوستبون ازر للنزول. النقطة الثانية جدولية زي ما الدكتور حسين قال احنا محتاجين ثلاث جلسات اتليست 3 سيشنز افتر جادولينيوم ادمنستريشن. الثاني حاجة اللي انا لازم استخدم الموست ستيبل جادولينيوم اللي هو جادوتيريك اسيد اللي هو في السوق اسمه دوتارين. ده ما فيش ريفرس لحد دلوقتي، ده اللي موجود في مصر، يعني ده موجود في مصر اسمه دوتارين. بس في حاجة دكتور محمد ان جادولينيوم بوزن فيو مينتس بقى 98% منه صعب. الجادوتيريك ده ستيبل حضرتك، ده ما فيش منه ريفرس بقى حصل منه الفرجينيك. ما انا بقول لحضرتك في ستيبل، ده الستيبل تايب ده ما بيحصلوش ديسوشيشن، ده ما بيحصلش منه يعني ده ما فيش ريفرس خالص. عشان بس كلمه ديسوشيشن دي تبقى واضحه يا دكتور محمد، هو بيروح بيلزق مع البروتين
ويبقى ديسوسيتد منه، ديسوسيتد يبقى فري جادولينيوم. الفري جادولينيوم ده بيروح بيتاخد بالماكروفاج والكلام ده ويطلع ميدياتورز تتحولها لايه؟ كان سكليروديرما بالظبط. استمرار يعني الفيبروز الصبر وده فيتا، ده بيعمل كونتراكشن وده ايه بيبقى فيتا دي يعني. لكن الافضل ان انا استخدم، لو انا مضطر استخدم، لكن انا بقول طالما ان انا لو اقدر الام ار حتى لو انا هوصل ل 70% من التشخيص وهوصل ل 100% بالبتاع، انا لو اقدر اوصل ب 70% انا اعتقد ان ده موزه. انا بالنسبه لي انا ام ار مايند، انا بحب الشغل ام ار وانا متحيز للام ار. لا انا رجعت القصه دي في الداليسيس، في على الليست 15 16 انديكيشن السي تي لا يستطيع انه يريبليس الام ار اي فيهم. يعني في الرينال تيومرز دلوقتي احنا بنعتمد على الام ار وضغط كونتر في معظم الحالات، الا لو عندي بوتشن هل في فاسكولار اكستنشن ولا ده الكانسر. هو ده اللي انا بعتمد عليه دلوقتي، لو في فاسكولار اكستنشن ده الكوتشن انا عايز اعرف فيه رينال فينس ومبوزس ومش متاكد من الريزلت كونترس، ده اللي بضطر او سمول ماس مش قادر اشوفها بالكونفشنال ام ار العادي بحر. لكن الديفيوجن حللنا كتير من المشاكل دي بقى، يعني الديفيوجن ويتد ام ار ده بقى من بارت اوف روتين ستادي دلوقتي في الام ار، ده يعني بارت اوف ستادي، ده حل كتير من المشاكل دلوقتي في الدايجنوز بالذات في الرينال ماس، ويمكن بيحل لنا كتير من المشاكل اللي هو بيعمل ده للديتكشن دلوقتي للرينال انفكشن. لان الريستريكشن ده ممكن يحصل في التيومر، بيحصل في الانفكشن، بيحصل في الاسكيميا، يعني حالات برضه ترانس بلاند في الاسكيميا في تشينجز بوست ترانس بلاند، فده من الحالات دلوقتي. بس هي مشكله الام ار شويه الاكسبيرينس بتاعته، عايز يعني عايز اكسبيرينس شويه في الشغل ده. معلش بالنسبه برضه للريسيبيانت عشان بس ما نتاخرش، احنا قلنا زي ما احنا قلنا لو في الكوتشر اوف كلاسيفيكيشن ان انا عايز اتليست 3 سنتيمتر فري اوف كلاسيفيكيشن قبل الترانسبلانتيشن عشان اقدر اعمل الانستوموزيس. لكن هنا زي الحاله زي دي فيها موقف كلاسيفيك بليكس، لكن عندي السايد اوف ترانسبلانتيشن فري، لكن هنا حاله زي هنا اكستنسيف كلاسيفيكيشن ده ما اقدرش اعمل له ترانسبلانتيشن. ده برضه لو عندي اكلوجن، لو انا قادر هنا بالسي تي انجيوغرافي 3 دي ذا لونج سيجمنت هير، لكن انا عندي هنا هير جزء هنا برضه كلاسيفيك بليكس هير، في مطلوب كلاسيفيك بليكس هير في الداخل، لكن انا عندي هنا اريا اوف مور ذان 3 سنتيمتر سفشنت ان انا اعمل، وده الحاله دي فعلا دي من الليترشر الحاله دي، ودي عملت ترانسبلانتيشن على الليفت سايد. الايفاليويشن اوف ذا بلادر ده مهم جدا سواء بالالترا ساوند، لو عندي كوتشن في مشكله زي ما هنا في بالهارزل سيستايتس وعندي هنا في كالسيفيكيشن هل في اندرلاين ماس او لا، انا بعمل سواء سي تي، لو انا بعمل سي تي انجيوغرافي اعمل فول ستادي وانكلود البلادر عشان يفلويت البلادر اكسكلود ما فيش بلادر ليجنز قبل الترانسبلانتيشن. الام ار في حالات كثيره بالذات في الاطفال، طفل عنده نيروجيك بلادر تثبتها برضه ان هي ايفالويت سواء بالام ار او بالسي تي، لكن الام ار ايفن ويزاوت كونتراست بيبقى مور سفشنت ان انا اشخص بيه ده بالنسبه للايمجنج فور ترانسبلانتيشن سواء للدونر او للريسيبيانت. الموضوع بقى والجزء الاساسي في الموضوع اللي هو الايمجنج افتر ترانسبلانتيشن، وات وي هاف تو دو افتر ترانسبلانتيشن. الروتين عندنا البيس لاين الترا ساوند، يعني ممكن اعترض برضه مع الناس في النفروجي يعني هيبقوا اوير جدا بالموضوع ده، وهم طبعا دي العيان بيبقى عندهم بتاع، احنا ممكن في فروم دي دي زيرو ستارت الالترا ساوند لو انا قلقان من العيان او عندي مشكله، او فروم دي 1 ان انا عندنا العيان روتيني لازم دي يعمل دوبلر الترا ساوند، لازم بيبقى عندي ليزر سواء دي زيرو او دي 1 ان انا بيبقى عندي دوبلر الترا ساوند، لازم اشوف الالترا ساوند جري سكيل الترا ساوند السايز بتاع الكدني بروجينست بتاعة الكدني الكونديشن اوف بيلفيكال سيل سيستم في كوليكشنز ولا مفيش كوليكشنز، اي مشاكل في الكدني دي لازم ايفالويت في الالترا ساوند. بعد كده بعمل دوبلر الالترا ساوند ان انا بعمل ايفالويشن للرينال فيزيت، بعمل ايفالويشن للرينال برفيوجن بالباور دوبلر، بعمل ايفالويشن للرينال برفيوجن بقيس السيرفيس اريا بتاعت الكدني، دي من الحاجات المهمه لان لازم الواحد يحطها في باله وما تتنساش السيرفيس اريا بتاعت الكدني، لان دي ممكن تكون انديكيتور ليه بالذات في حالات الريجكشن او حالات الامبندنج رابشر، ان انا بلاقي في انلارجمنت ليه تشينج في السيرفيس اريا او انلارجمنت في السيرفيس اريا في الريجكشن او الامبندنج رابشر او الكلام ده، كل دي من الحاجات اللي هي لازم يبقى عندي البيزل داتا بتاعت العيان من دي زيرو، وبعد كده بعمل لها ايفالويشن لحد ما العيان بيخرج من عندي من المركز اللي هو في اليوم ال 14. طبعا احنا عندنا الروتين عندنا ان احنا بعد اسبوعين العيان بينزل يعمل ام ار انجيوغرافي ده بيزر ستاد، احنا بنعمل له بيزر ايفالويشن قبل ما العيان يخرج عشان الايفالويشن كونديشن بتاعت البيزر وايفالويشن كونديشن بتاعت الرينال بارينكيما وايفالويشن للبلبيكال سيرسيس.
طبعا احنا مننا يمكن ده يعني في ناس كتير هتقول ان الحاجات حتى تبقى صعبه ودي مكلفه لو الناس بتدفع، فطبعا الحاجات كلها عندنا بتتعمل فري في المركز، فعشان كده ده من الحاجات اللي هي البيزر ستادي اللي بتتعمل، زائد ان العيان بيعمل بيزر بيعمل كاميرا او بيعمل بيزر ايزوتوب سكان الايفاليوشن بتاع ادينا الفانكشن، عشان ان انا اقدر لو العيان بعد كده حصل له اي جرافت ديسفانكشن اقدر يبقى عندي حاجه بيزر اقدر احكم عليها على التشنجز اللي حصل. طيب ايه اللي بيحصل بعد الترانسبلانتيشن؟ اول حاجه ده طبعا دي النورمال جرافت افتر ترانسبلانتيشن. بعد الترانسبلانتيشن المفروض ان الكيدني سايز قبل الترانسبلانتيشن زيها زي بعد الترانسبلانتيشن، لكن الكيدني سايز ممكن تكبر، يعني الكيدني سايز ممكن يكبر يعني اللي مكتوب اللي ريبورت في الليتريتشرز اب تو 30%، لانك انت بعد ما كان تو كيدنيز بتشتغل على دي بقى في الكيدني اللي هي بتبقى هي بيسيب الوان سنجل كيدني، فاب تو 30% از اكسبتد ان هو خلال اسبوعين او خلال 10 ايام من الترانسبلانتيشن الكيدني سايز ممكن يحصل فيها جرادوال انلارجمنت. هو الكلام ده الكلام ده بنقوله تحديدا في الدولار كمان، يعني لما بيجي نعمل ايدوكيشن للدولار بنقول له احنا هناخد الكيدني بتاعتك دي اذا كانت بس 50% فالكيدني الثانيه بعد ما ناخد دي بيحصل لها كومبنسيتور هايبرتروفي وبتعمل 75% من الفانكشن، فالكلام ده بيحصل في الدولار بالظبط. هو انا بقول الكلمه دي لان احنا لما نخش بعد كده في الريجكشن وفي الرينال ارتري ثرومبوزس وفي الرينال فين ثرومبوزس بيحصل الجرافت بيكبر. فهل ده الجرافت بس انا واحد طالما عندي الكيدني فانكشن ستيبل او الكيدني فانكشن نورمال خلاص فانا اكسبت ان هو ده بيحصل ده حاجه فيسيولوجيكال. اللي بيحصل ده حاجه فيسيولوجيكال. طبعا ده يعني ده عشان كده احنا بنذكر النقطه دي ان هو طالما الجرادوال انكريز والكيدني فانكشن ستيبل فده حاجه فيسيولوجيكال بتحصل. على عكس بقى الحاجات الباثولوجيكال لما بيحصل جرافت ديسفانكشن بتبقى لاي سبب من الاسباب. الحاجه الثانيه الدايلاتيشن طبعا زي ما احنا قلنا برضو اليورين فلو بيزيد، فطبعا اكسبتد ان انا الاقي الرينال بلبس دايليتد بوست ترانسبلانتيشن، اكسبتد ان انا الاقي الرينال بلبس او الاقي ديستنشن في اليورتا طالما ان الكالسيال كابنج ستيل بريزيرف، يعني طالما ان الكالسيال كابنج او ما فيش دايلاتيشن في الكاليسيس فده ما بعتبروش هيدرونفروس، ده بيبقى فيسيولوجيكال دايلاتيشن بعد الترانسبلانتيشن. طبعا الايفاليوشن زي ما احنا قلنا برضه الديستنشن فرينا البيلفس از اكسبتد طالما ان الكاليسيس مش دايليتد. ثاني حاجه بعمل ايفاليوشن زي ما احنا قلنا في الميزر ستادي ان انا بايفاليويت الارتر والفين ايفاليويت الكلر فلو من سايز كيدني بعمل برفيوجن واشوف البلاد فلو ده واصل الكبسول ده في النورمال كيدني ده في البيز ان انا بعمل جراي سكيل بعمل دوبلر ايفاليوشن بشوف الارتر والفين بشوف الانترا رينال فاسكولاريتي بشوف الباور دوبلر عشان اشوف الكيدني برفيوجن. ده برضه نفس المنظر ان انا اللي بعتمد على الدوبلر في الايرلي بوست اوبرتيف دايز بعمل سبكترال ويفز اشوف النورمال ويفز في الكيدني وده برضه في سي تي. طبعا احنا ما بنعتمدش على السي تي كبيزر ستادي احنا قلنا عشان الراديشن وعشان الايودين فمحدش، لكن في سنتر بتعمل ايفالويشن بالسي تي، لكن الاساس او احنا بنستخدم اساسا الام ار انجيوجرافي. احنا قلنا في الدي 14 بنعمل الام ار انجيوجرافي ده اكزامبل لحاله بيزر ستادي بوست ترانسبلانت. احنا قلنا بنعمل تي 2 للايفالويشن بفرينا باريكشن الايفالويشن اوف بيدو كانسال سيستم ام ار ويز اوت كونتراست، بنعمل بعد كده ام ار انجيوجرافي ذيس از رينال ارتري ذيس از اند تو اند انستموزس لي انترنال ايريا ارتري ذيس از سنجل جرافت ارتري واند تو اند انستموزس لي رايت انترنال ايريا ارتري ذيس از ام ار يو ويز كونتراست ذيس از افتر اكسكريشن اوف كونتراست. نفس فكره الاي في بي ان انا بحكم كونتراست وبعد كده بستنى لحد ما يحصل له اكسكريشن الجدارين اللي بيحصل له اكسكريشن في الكيدني وبعمل ايمجنج للكيدني واليوريتا والبلاطري ده سيمبلي ده كل دي ستادي واحده. يعني بعمل تي 2 بعمل بعد ما بعمل ام ار جيوجرافي بصور البيتريكانسيال اسيست ده البيزر ستادي بالدايناميك ايزوتوب ده اكزامبل لايزوتوب ستادي النورمال كيدني. دي حاله متجمعه هنا زي دي مثلا في اول دقيقه ده الكيدني بالفلوجن هنا ده الابتيك ده نورمال ابتيك في خلال ثلاث دقائق بعد ثلاث دقائق بيبدا يحصل اكسكريشن للكونتراست لحد ما بيحصل كومبليت ايفاكيويشن. هنا البلادر ما كانتش باينه هنا البلادر ما كانش فيه بلادر بدا يبدا هنا مع بدايه الاكسكريشن مع اول ثلاث دقائق بدا البلادر تبان فين بدا هنا يبدا يزيد الكونتراست اكسكريشن الكيدني تفضي والبلادر بتملى في خلال ال 30 دقيقه وبعد كده بطلع الارنوجرافيك كيرف وبقدر احسب الجي اف ار بتاع الكيدني بسكلود ان مفيش اوبستراكشن او مفيش اي كومبليكيشن. طيب ايه الكومبليكيشن اللي انا ممكن اشوفها؟ ممكن نقسمها لفاسكولار كومبليكيشن ميديكال كومبليكيشن وفي اذرز حاجات انسيدنتال بنشوفها ديفرنت.
اول حاجه او الحاجات اللي هو بيجي لك العيان في الايرلي في البوست الايرلي بوست اوبراتيف ان عينك يجي لك جرافتس فانكشن يعني دي في الاهداف ان حاجه الايرلي بوست اوبراتيف ان انا العيان يجي لي جرافتس فانكشن او ان انا الاقي السيرم كرياتينين بيعلى او السيرم كرياتينين يعني زي ما معلق ما بينزلش فدي من الحاجات اللي هي بتبقى المشكله ان انا ببدا عايز اعرف ديفرنشيت ايه سبب ايه سبب ايه سبب او ايه المشكله اللي موجوده اللي هل ده بقدر اعرف السبب ولا ما اقدرش اعرف السبب بالراديولوجي الالترا ساوند رغم انه هو البيزل استاديو ان انا بقدر اعمل دي لكن هو بيحدد ممكن يقول ان في مشكله في الكيدني لكن ما بيقدرش يفرق قوي ايه السبب لو في ميديكال كومبليكيشن ممكن يقول لي سيرجيكال يعني ممكن يقول لي في اوبستراكشن يقول ده الكيدني دي اوبستراكتد يعني في هايدرونفروزس اوبستراكشن ده ممكن يكون ده سبب ديسفانكشن ممكن يقول لي ان في مشكله فاسكولار ان انا عندي مشكله في شفت في ثرومبس في الارتري او في البين ممكن يحل لي مشكله طيب انا بفضل ان انا مش قادر اعرف بقى ان في ميديكال كومبليكيشن موجوده انا دي ما اقدرش بالالترا ساوند بتبقى ساعات صعبه ان انا اقدر احلها لكن ما بياش دايما بتبقى هي دي لو الالترا ساوند بس ممكن جاست يقول ان عندي ميديكال كومبليكيشن موجود دايما في الالترا ساوند في الغالب لما بيحصل في الريجكشن او في الاي تي ان الكيدني بتبقى لارج يعني انا بتكلم عن الاي تي ان الاي تي ان ده اللي هو بيحصل في الايرلي يعني بغض النظر عن هايبر اكيوت ريجكشن الاي تي ان ده من الحاجة يعني بتوقع الاي تي ان ده في الايرلي يعني في الايرلي بوست اوبراتيف ديز بتوقع الاي تي ان اكتر من الاكيوت ريجكشن بلاقي الكيدني كبيره لارج ان سايز ايكوجينيستيك اورتر في الغالب بتزيد الايكوجينيستي بتاعي الكيدني وبيقل الدايستوليك فلو وده برضه بشوفه في الأكيوت ريجكشن يعني ممكن في الاثنين بيكون نفس البيكشر فده ممكن ساعات ما بقاش قادر افرق بينهم هما الاثنين بالالترا ساوند لكن الالترا ساوند قال هنا ان في ميديكال كومبليكيشن هنا موجود او قال في مشكله موجوده اننا ده طبعا ده ما نكون عارف برضه الدراج ليفل ان انا ما عنديش دراج توكسيستي او عندي مشكله في الدراج ليفل كنا زمان بنعتمد على الجاما كاميرا يعني ما اعرفش يعني متهيألي ما عادش الترند ده موجود عندكم دلوقتي ان هو كان زمان يقول لو عندي البرفيوجر بريزيرف وفي ريتنشن وكونتراست ما فيش اكسكريشن وكونتراست بفكر في الاي تي ان لكن لو البرفيوجر قل وفي اكسكريشن كويس ده اكيوت ريجكشن كنا زمان يعني الجاما كاميرا بالظبط هو في الاول في الاخر انا هعمل بايوبسي يعني انا في الاول في الاخر هعمل بايوبسي بالظبط كده هتعمل بايوبسي بالظبط لو شفت اي ايمج ثانيه مش هتديني طالما لازم اعمل بايبس ما هو انا الحقيقه المشكله انا بس هو كان في المفروض محاضره بعد ثانيه بس يعني مش يعني ما اعرفش هتبقى يعني الانترفنشن طبعا الكوميونيكيشنز بتاعت البايبس طبعا اكيد في الدكتوره بوست بتاع البايبس احنا عندنا ببلاش ما عندنا الدكاتره ببلاش وكل حاجه ببلاش واحنا على ببلاش لكن حضرتك كل الدنيا الناس كلها اي غبي انه غاليين جدا وفيري اكسبنسيف وبتعملوا روتين انفستيجيشن ما بتتعملش عاده يعني بالظبط بالظبط احنا ما بنعملش الام ار اي بس خلاص ده فيس لاين ولا غيره ما بتعملش هي ولا الالتراساوند هو اكشولي كوست بنفيت وبراكتيكال ملوش قيمه لكن كداتا سيستم كداتا في الداتا بيز في المستشفى المستشفى دي البوليسي بتاعتها فدي داتا موجوده لان في ستادز قالت الريسيف اندكس عند الطالب بالشارج او عند ات وان يير كورليتد مع الاوتكم في النهايه بالنسبه لي انا ما لهاش اي قيمه لكن هي داتا بيز موجوده في المستشفى بحيث العيان لو جه فيه كلينيكال بروبلم تطلبت هذه الانفستيجيشن بيقارن دكتور الجاما كاميرا بيقارن بالبيز اللي عامله لكن انا في النهايه وي دونت تراست احنا عاوزين من الجاما كاميرا ده اوبستراكتد كيرف ولا لا من الالترا بس ساعات الالترا ساوند بيبقى مفيد جدا انا اقول لحضرتك حاله لسه فاكرها يعني افتكرتها دلوقتي عيان طالع من العمليات من الزرع وكان بيجيب بول كويس قوي واول ما وصل الاي سي يو انا بعد الزرع بيقعد شويه في الافاقه ويجي الاي سي يو على طول ايميديت يعني انيوريك تماما نفكر في ايه عشان اليورين كولكشن كمان انيوريك لو اليورين كولكشن ولا في ليك كورينري ليك ما انا بقول لحضرتك انيوريك لو اليورين ليك هيجيب ريديفاكس والكلام ده هو جاي انيوريك افكر في ايه والفاسكولار ستوز كانت دي النقطه بقى في ايام ما كانش عندنا دوبلر او ما كناش بنستخدم الدوبلر روتين وحاجات زي كده فكان القصه لازم تعمل حاجه انفيزف عشان تشوف انفيزف لان ده يعتبر فاسكولار كاتاستروف عاوز اشوف فيه ارتيريوس رموز ولا لا انا في دقيقه الراجل بتاع الالترا ساوند حط الدوبلر الكيدني بالفيوز دي كويس قوي المشكله كانت بس فيها هايدرونيفروزس ظاهر بشكل بشع كان في طنل هيماتوم العيان دخل العمليات 10 دقايق وطلع زي بوليوريك فساعات بيبقى فيه فايده كبيره جدا في الالترا ساوند جدا الالترا ساوند احيانا بتبقى مفيده كمان حتى لما تعمل درينج مش بالكتير
كل اللي بالظبط مش محتاج اقصد سي تي ولا حاجه زي كده. هتصور ان الالترا ساوند ممكن جدا فيري ايزي نون انفيزيف مش راديولوجي او سوري راديشن ازل. لكن احنا عندنا زي ما الدكتور محمد هيبين في سيريز طالعه من المركز كورليتنج راديولوجي فايندنجز في الام ار والدوبلر مع الريجكشن والكلام ده. احنا زي ما اتناقشت مع الدكتور محمد امبارح واحنا جايين احنا ككلينيشن ودونت تراست الفايند بتاع الراديولوجي عشان الريجكشن بنعتمد على البايوبسي بالظبط. هو احنا ماشي هو الدرس المستفاد برضه ان انت المفروض ان ايه اللي نوع الديزاين تراجع البوليس بتاعك اللي انت بتستخدمها. الحاجات اللي ملهاش لازمه او اللي بتتعمل روتين ما حدش بيبص لها تستفاد بيها لازم تستفيد بيها الكوست ده انا ما عدتش اعمل كذا تويست يعني انت بالزبط. لازم تراجع البوليس بتاعك بالظبط صح انت خد بالك وتشيل حاجات اللي هي ملهاش لازمه. انا متاكد ان حضرتك هتلاقي فيها دونرز ولا ريسيفرز ويتنج اللي هي ما اعرف فور انذر ريزن ده ممكن ياخد الصوت دي يعني بدل ما ياخدها وده كده يعني كفايه الاكسبيرينس ده كونتر سيرفيس يعني هو الماشين موجوده ماشي لكن الاكسبيرينس زي ما بقول لحضرتك ما بنعملش الحاجات دي كلها هي سنتر هي حضرتك بوليسي بيطلع منها ريسيرش. ما هو احنا عندنا حضرتك لو بصيت على عدد المقالات المنشوره في السنه في المجلات الطبيه هتلاقي رقم رهيب جدا اكثر من 80% من هذه المقالات مالهاش اي قيمه على الابلاي فهو جزء ساعات ريسيرش بيربسز يعني بس بلدنا نتصور ان احنا محتاجين قوي موضوع الكورس بالظبط بالظبط. طيب زي ما احنا هنا ده حاله اكيوت زي ما قلنا الاي تي ان الكدني بتبقى انلارجد الكولوجينيز بتزيد في الكدني بلاقي في الدوبلر في الريزيستنس بتاعت الفينس فلو بتبدا يقل الفينس فلو ممكن يوصل زيرو يعني ممكن الاقي ريزيستنس اندكس وصل لواحد يعني كل ما الريزيستنس اندكس بتقل كل ما السولو فلو بيقل كل ما الريزيستنس اندكس بتعلى عشان المعادله اللي هي بيكس ستولنس ان ذا ستول على البيكس فكل ما الريزيستنس كل ما الدايستول بيقل كل ما الريزيستنس اندكس بتعلى لحد ما ممكن يحصل ما فيش فينس فلو ده كل ده بيحصل سواء مع الاي تي ان او مع الريجكشن يعني الريزيستنس اندكس هو دي الحاجه دي بقى ممكن تفيدني اكتر لما بلاقي الريزيستنس اندكس قليله بفكر في الرينال ارتر سنوز يعني اللي بيخليني ده يعني برضه من فايده الدوبلر لقيت الريزيستنس اندكس قليله هفكر ان دي ذات بتقابلنا جدا في الايرل بوست اوبرتيف تشينج في الجرافت ديسفانكشن هل ده في مشكله في الباسكولا في باسكولا الابنورمال في رينال ارتر سنوز بالذات لو عين هايبرتنشن لو لقيت الريزستيف اندكس قليله هفكر في الرينال ارتر سنوز اكتر الريزستيف اندكس بتاعنا هبدا اخش بقى في الميديكال كومبليكيشن هل هو ده اي تي ان ولا ده اكيوت نفس الفكره الاكيوت ريجكشن هو نفسه المنظر في الالترا ساوند نفس الفكره انا برضه بلاقي سمول في الجراف ممكن الاقي التكنيك اللي هو بتاع الميديكال سيستم برضه الريزستيف اندكس بتبدا تعلى زي ما انا شايف هنا الريزستيف اندكس هنا فوق ال 87 يعني اكتر من 7 من 10 زي ما قلت في الجاما كاميرا بس هي ما بتعتمدش عليها وانا محتاج ان انا بلاقي البرفيوجن قل لكن بلاقي ما فيش ريتنشن على عكس الاي تي ان بلاقي ريتنشن. دكتور محمد فوائد الدوبلر برضه خلتنا ما نعملش جاما كاميرا كتير لان البرفيوجن بيبقى بالظبط بالظبط بس حضرتك في البرانش الارتري وفلوجن او حاجات زي كده مش الجامعة الكاميرا ستيل ليها لا القطر بنعمل ام ار ان شغل ماشي لازم لو ان حضرتك مش هيبقى الدوبلر مش هيبقى حضرتك هو في الريكومنديشن هنقولها في الاخر ان حضرتك لو في باسكولا سسبيشس في الباسكولا ليجن في الابرا يو شود دو كروس سكشن انجن لو ام ار افيلبل يبقى لازم تكونفيرم لازم تكونفيرم لان الالترا ساوند مش هيبقى ريلايبل في الانترفنشن بالذات. الكرونيك ريجكشن برضه من الحاجات اللي هي ممكن تقابلنا لكن الكدني طبعا مع اللونج ستاند كرونيك ريجكشن بتبدا تظهر لكن هو السايز بتاعها ممكن يبقى نورمال في الايرلي كيسز البريكولا بتبقى فوجينيك الحاجه اللي بتبقى كاركترستيك فيها ان انا بلاقي النمبر اوف فاسكولاريتي جوه الكدني بتقل يعني النمبر اوف ستريت فيزن اللي هو المنظر ده بتبدا تقل في الدوبلر الترا ساوند بتبدا تقل النمبر اوف فاسكولاريتي جوه الكدني مع كرونيك ريجكشن بيبدا يحصل دايلاتيشن طبعا الكدني هنا فوجينيك بيبدا يحصل دايلاتيشن للفنتريكال سيل سيستم برضه الريزستيف اندكس بتبدا تعلى لان برضه بيبدا يحصل دايستوليك فلو هي نفس الفكره لكن هي طبعا اللونج ستاند كرونيك ريجكشن بيبدا الساس بتاع الكدني ممكن ياثر لكن الكاركترستيك ليها ان هي نمبر اوف فاسكولاريتي جوه الكدني بيقل.
بعد كده الباسورد انجيوجرافي زي ما احنا قلنا ان احنا الافضل طبعا ان احنا نكونفيرم الفايندنج اللي انا بشوفها بالالترا ساوند ان انا اعمل ام ار انجيوجرافي بالنسبه للحاجات اللي هي ممكن اشوفها سواء ايدلي او ليه اللي هو الرينال ارتري ستنوزس. احنا طبعا بنشتغل بالنسبه لنا احنا كان بنحب نعمل ام ار انجيوجرافي لكن في ناس بتشتغل بالسي تي انجيوجرافي يعني في ناس حتى في الترانسبلانت ايفن بتشتغل زي الحاله دي ريبورت في الليتريتشر ده رينال ارتري ستنوزس. رينال ارتري ستنوزس طبعا ممكن يحصل عند السايد بتاع الانستنوزس ممكن يبقى العيان اثروسكلوروتيك ويحصل اكستنشن او يحصل اوكلوجن او نارنج للاوستيا بتاعت الارتري وممكن تحصل بوست دافري انستنوزس ممكن يحصل انستنوزس قبل السايد بتاع ممكن يحصل نارنج قبل السايد بتاع الانستنوزس. في الدور ده احنا عندنا اثنين في كرايتيريا عند الليمت بتاع رينال ارتري وكرايتيريا انتر رينال يعني ممكن اشوف في الرينال ارتري مينرال هاي فلوست عالي على 200 ممكن الاقي الديفرنس جريدينت بالفلوست بين الاستنوتيك والبوست استنوتيك 2 لواحد اكتر من 2 لواحد اللي هي بتتقال عليها في الكدني بقى اللي في الكدني ان احنا بنقول اللي هو الاورتو اريا ريشو او الرينال الاورتا ريشو لكن هي بنقول ان هي الاستنوتيك للبريستنوتيك بتبقى اكتر من واحد بيحصل ماركت التربلنس عند السايد بتاع الانستموزس في الانتر ارينا بيبقى عندنا حاجه اسمها تارتس باربس ويفز هنشوفها دلوقتي لكن هنا بالنسبه هنا هنا الفيلوستي هنا اكتر من 400 احنا قلنا هي بتبقى اكتر من 200 هنا يمكن تقريبا هنا حوالي 400 سنتيمتر في الثانيه فده في مارك في تيرفلنس في الفلو من رينال ارتري عند السايد بتاع النرنج وفي الفيلوستي هاي فيلوستي ده تربس باربس ويف ان انا بلاقي في دامبد ويف هنا مفيش الابستروف بتاع النورمال ابستروف اوف ادسيستول هنا فبيبقى في هنا دامبد ويف اللي بنسميها الباربس تربس ويف شوف الصوره بعد كده ان هي بيبقى عندي 3 انتيتيز دول في الانتر رينا دول مهمين جدا اكسلريشن تايم اكسلريشن اندكس لان الحاجات المهمه جدا في تشخيص الرينال ارتري ستنوزس ان انا الاقي الاكسلريشن تايم بيزيد اللي هو ان الكيت توصل للبيك بتاعتها ان الويف توصل للبيك بتاعتها بتاخد وقت اطول اكتر من 700 سكند بلاقي ان الاكسلريشن اندكس اللي هو معدل التسارع اللي بتوصل بيه للبيك بيبدا يقل بيبقى اقل من 300 سم في مربع الثانيه بيبقى عندي ان الريزستيف اندكس بتبقى اقل من بتبدا تقل زي هنا في الحاله دي حوالي 56% هتبقى اقل من 7/10 لان انا قلت الريزستيف اندكس لما بيقل بيبدا ابدا افكر في رينال ارتري ستنوزس بيبقى عندي برضه روس للاندكس سبيريت بيك ده اكزامبل برضه حاله رينال ارتري ستنوزس برضه عندي هنا الاكسلريشن تايم هنا 28 ثانية احنا قلنا هو اكتر من 7% ببدا اقول ان عندي الاكسلريشن تايم ده عالي ده مع رينال ارتري ستنوزس الاندكس لو قل عن 300 ببدا افكر ان هو ده برضه في رينال ارتري ستنوزس والريزستيف اندكس قليله والام ار انجيوغرافي في الحاله دي في هنا نارنج في هنا عنده كومن اريا ارتري يعني ده مش في عند الليفل الاستنوزس عند الرينال ارتري نفسه لا ده قبل البري انستوموتيك هو ده اللي عامل ريدكشن للبلاد فلو جوه دي حاله من الحالات اللي كانت عندنا من المركز اللي كانت يمكن معموله في 2002 الحاله دي ده الام ار انجيوجرافي للحاله في هنا نورل للعاد سايت اوف انستروز ساعات الحالات دي بتبقى دقيقه ان انا يعني هل ده نورل ولا ده طبعا الكلينيكال بيبقى مهم جدا في الحالات دي ان العيان بعد فرانس بلانتيشن يعني يا اما ضغطه ما تحسنش يا اما ضغطه بيزيد يعني بيقول لك انا كنت باخد 2 و3 قبل ده ممكن يقول لك ما تحسنش وممكن في ناس يقول لك زاد فده ساعات ده بيكابوتش ده طبعا ده الانجيوغرافي ده بيفور انترفينشن ده الحالات اللي بتتعمل لهم بالون انجيوبلاستي في بعض الحالات ده بس ما بتتعملش في الايرلي كيسز عشان الانستوموزس في الايرلي بيبقى ديفيكالت ان هو يتعمل لها بالون انجيوبلاستي فده اعتقد ده كان دايجنوستيك انجيوغرافي ده في مارك النرنج هنا في ده طبعا الكاستر هنا جوه الانترنال اريا ارتري ده انتو تو انتر انستوموزس للانترنال اريا ارتري هنا وفي النرنج ات سايت اوف انستوموزس من الحاجات يعني اللي هي بيبقى لها دور في الانترفنشنال انجيوجرافي اللي هي بالنسبه لل او في الكونفنشنال انجيوجرافي في حاله زي دي. لكن طبعا بعد الادفانسز في السي تي والام ار ما عندهمش دور قوي الكونفنشنال انجيوجرافي ده اكزامبل ثاني هنا الحاله فيها رينال ارتري ستروزس هنا في هنا في الميد بارت بتاع الكدني ودي انذر كيس برضه هنا في ستروزس ده انجيوجرافي كونفنشنال انجيوجرافي هنا نرم في اللونج سيجمنت اوف نرم هنا في الميد بورشن ده هما كان تو ارتريز واحد كان فيه لونج سيجمنت اوف نرم واحد فيه سيجنيفيكانت ستنوزس في الميد ارتري
دي حاله برضه كانت عندنا من فتره قريبه يعني. ده كان عندها ساينس الاثروستنوزس، هنا عندها تربس بربس هنا، لو هنلاقي الريزستنت اندكس حوالي 5/10 هنا. ده هنا في لونج سيجمنت اوف ستنوزس هنا في الكومن اليك ارتري هنا، او في الاسف في الاكسترنال اليك ارتري هنا في لونج سيجمنت. وكان هنا في برضه ديكنس كومبوز هنا في فلو بويل، يعني هنا مفيش فلو جوه الجزء ده من البتاع ده كان سومبوز، ده كان سومبوز برضه من ال. بعد كده برضه من المشاكل، هي طبعا مش من المشاكل الكتير اللي ما بنشوفهاش كتير، لكن هي من دي بتبقى من المشاكل، او بالذات بالنسبه للجراح، هو لما تلاقي العيان بقى بعد الاولجوريك او ما فيش انيوريك بعد السيرجري، وانت عايز تكونفيرم ده العيان ده ايه؟ ريجكشن ولا ثرومبوزس ولا ايه المشكله اللي عند الانيوريا دي اللي موجوده فيه؟ عندنا مشكله بتحصل يعني ممكن تيجي اللي هي سواء رينال ارتري او رينال بين ثرومبوزس. فدي من الحاجات اللي هي برضه بتبقى المشكله. المشكله ان الفايندنج بتاعتها برضه هي نفس الفكره، ان انت بتلاقي البارينكيما في انلارجمنت للكيدني. ممكن بالنسبه لنا الاطر الثرومبوزس لو الدوبلر ممكن يحل المشكله، ان انا لو لقيت ما لقيتش في كيدني برفيوجن، يعني ممكن ما لقيتش كيدني برفيوجن، لكن دي برضه ستيل ان انا ممكن اشوفها في السبير هايبر اكيوت ريجكشن، ان انا بلاقي كيدني نون برفيوز، ممكن هنشوف حاله بعد كده. لكن الدوبلر لو انا شفت الرينال ارتر ايه ثرومبس في الرينال ارتر، ده ممكن ده كونفيرم، او ثرومبس في الرينال بين ده ممكن يكونفيرم. لكن طالما انا عندي ديبيت هل ده فاسكولار انومالي او فاسكولار بروبلم ولا ده ريجكشن، بحتاج اعمل ام ار انجيوجرافي عشان اشوف البيتنسي بتاع الجسم. ده اكزامبل لحاله اكيوت رينال ارتر ثرومبوزس. انا اقدر هنا ما فيش فلو جوه الكيدني، ده بالدوبلر، ده هنا طبعا ده الكيرسو ده والسبكترال بتاع الدوبلر، مفيش فلو جوه الكيدني. في هنا هايبر ايكوجينيك شادوز جوه الكيدني، ده بيبقى اير جوه البلاد فيزت، ده الام ار انجيوجرافي مش شايف الرينال ارتري، والكيدني هنا كومبليتلي انفاركت، يعني هنا الكيدني مفيش رينال ارتري موجود، وده الكيدني كومبليت انفاركشن، ده بقى زي سيستيك ليجن. والجاما كاميرا نفس الحاله، مفيش هنا فوتوبينيك اريا، مفيش ابتيك في الجاما كاميرا، ده مكان الكيدني، او هنا زي فوتوبينيك اريا في الرايت الياك فوس، يعني مفيش برفيوجن، نون برفيوز دي كيدني بالجاما كاميرا، مفيش رينال ارتري باين، وانفاركت الكيدني بالام ار انجيوجرافي، مفيش كفر فلو انسايد بالدوبلر افتر سام كيس اوف كومبليت رينال ارتري ثرومبوز. ان سام كيسز دي حاله من حالاتنا، ان انا ممكن يكون بس سيجمنتال ارتري، او ان انا عندي اكسسوري مربوط، زي حاله زي دي انا شايف هنا لا ام ار انجيوجرافي، هنا برضه اند تو اند للانترنال الياك، وهنا في كينج اتسايد بانستيموزس، لكن هنا الابر برانش مش قادر اشوف الابر برانش في الكيدني، انا شايف قادر شويه في الميدل واللور، مش قادر اشوف الابر برانش. التي 2 ابارنتلي فري، لكن لما باجي هنا عند الام ار انجيوجرافي، عند الام ار نفروجرافي، ده الام ار رينال بارينكيما، انا شايف هنا حته نون برفيوز، حته في الابر بول، ده اريا اوف انفاركشن في الابر بول ات ام ار نفروجرافي. عشان كده برضو الحاجات دي وحاجات ممكن تبقى انسيدنتال. انا يعني بتكلم عشان الدكتور سمير انت برضه احنا ممكن، بس احنا بنشوف حالات انسيدنتال، حتى العيان بقى لما بيجي بعد كده في يعني الحالات دي بتبان الكيدني فانكشن سبيسيفيك، لكن ستيل انت حضرتك ممكن تشوف انسيدنتال، بس هل لها قيمه بقى على المستوى الكلينيكي؟ اه ما هي الانسيدنتال دي بتمثل قد ايه؟ طب ده قصه ثانيه. لو هي حاجه تمثل مثلا رير فينومينا خلاص، ما فيش داعي انك انت تصرف قد كده عشان مثلا رير فينومينا. هو طبعا يعني في الغالب الجراح حتى لما بيبقى رابط اكسسوار بيبقى عارف، يعني هو بيبقى عارف ان في مشكله، يعني دي بس هو حجم المشكله قد ايه، ده اللي بيبقى محتاج الايفالويشن بتاعه. هو اتصور حضرتك، معلش اسف للانتربشن، اتصور حضرتك لو انت عملت اسسمنت للي انت عملته زمان، مثلا اتعمل لك روتين تشوف انت هاو ماتش يو بيكت اب to make to intervene or to save K drops or something like this, you can't just analyze the post, I mean, the penetration. Do you need to do it or you don't need to do it? Yeah, this is the question. Yeah, if you have saved, I mean, many grafts, if you have saved many patients, whatever it would be, by this routine investigation. At least I've had about 500 cases. I have an MR. I just did a study. This is one of the cases that we have from the last year. ده طبعا هنا الام ار هنا الجرافت هنا هايبو انتنس في مالتيبل باتش اريا اوف فلو سيجنال انتنستي هايبو انتنس كابسول ريجولار جرافت باترن تي 2 ذيس تي 2 ويت باترن ذيس اب نورمال ابيرنس ات تي 2 ات ام ار انجيوجرافي ات از ذا ارتري از بيدن بس ذا كيدني از نمبر فيوز. ده اللي احنا قلنا ان اقدر افرق ده رينا الاتر ثرومبوزس ولا ده ريجكشن، ذا كيس اوف سيفير او هايبر اكيوت ريجكشن، كيدني نمبر فيوز، كيدني نمبر فيوز هنا ات ام ارجنوجرافي، ديليت ايمجز نو انهانسمنت از كيدني از زيرو ات اول، ذيس ا كيس اوف هايبر اكيوت ريجكشن افتر ايميديت افتر ترانسبلانتيشن، ده قيمه الام ار انجيوجرافي في الحالات دي،
ان انا اقدر افرق ده فاسكولار ولا ده بارينكيماتيك ميديكال ديزيز. لينا بين ثرومبوز ده من الحاجات اللي احنا قلنا ما هياش بنشوفها كتير من حاجات الرير كومبليكيشن، لكن انا ممكن اشوفها، ودي برضو من الحاجات اللي بتبقى يعني مشكله في تشخيصها. لكن انا قدرت اشوف رينال فين وقدرت اشوف الايكوجينيك ثرومبس جوه رينال فين، ده بتبقى فيري دايجنوستيك. الجرافت بيبقى صول في الغالب عشان الايديما في الجرافت، وبيبقى في لوسوف كورتيك مضر ديفرنشيشن. ممكن اشوف الثرومبس ممكن ما اشوفهاش. الريزيستنس للفلو ممكن اشوف ما بلاقيش فلو جوه الفين، لكن بلاقي في الارتري بلاقي في انكريز ريزيستنس دي او ديستوليك ريزيستنس. ذا اكزامبل للرينال فين ثرومبوزس، ده الرينال هنا شايف هنا في ريفرسال للديستوليك فلو، مينز ذيس از هاي ديستوليك فلو ريزيستنس. ذا هاي ريزيستنس فلو انديكيت ان في فينس ابنورمالتي او في ثرومبس الفين. الدوبلر انا ممكن اشوف الثرومبس هنا جوه الرينال فين. This is a confirm this is a renal vein thrombus. This is another example, also renal vein thrombosis here. There is a reversal of the diastolic flow indicated في venous V مشكلة في renal vein. The CT non-contrast, the CT swollen graft, that the stent in the kidney, that the vein. The kidney is swollen with edematous. بالظبط برضه انا ممكن اشوف هنا في كيس اوف بوليسيستيك كيدني وعامل ترانسبلانتيشن. انا شايف في برشا ثرومبس هنا في الرينال فين واكستندد للاكستندد اليا بارتريتيز برشا كيدني ويل برفيوز، مفيش اي ادومات لان انا مش عامل كومبليت اوبستراكشن. الانسيدنتال فايندنج ان في برشا ثرومبس جوه الرينال فين. ده اكزامبل لبوست بايوبسي كومبليكيشن، عيان جاله ارتيرو فينس فيستولا بوست بايوبسي. انا شايف هنا في هايبو انتنس ليجن هنا موجود في اللور بول ات تي 2 ات ام ار انجيوغرافي. ذيس از ذا ارتري اند ذيس از ذا فين هير اند ذيس از ذا ارتيرو فينس فيستولا هير. انا هقول ليه هنا ايه اللي قال خلاني اقول ان دي فيستولا، ان انا هنا شايف ان فيلم للفين. انا شايف هنا الاكسترنال والانترنال اللي فين هنا، لكن مش شايف على الاذر سايد. فده الدايجنوستيك كرايتيريا ان انا شايف هنا الانترنال اليا فين هنا مالي مش مالي على الاذر سايد. ده انديكيت ان في ايرلي فيلينج، انديكيت ان في فيستولا هي اللي عامله ايرلي فيلينج على الرايت. مهمه الفيستولا بعد البايوسيس لان ممكن يبقى لها كومبليكيشن للبايوسيس، والعيان هيبريزنت ممكن في اغلب الاحوال هايبر تنشن. فلو في هايبر تنشن وقبل ما الجرافت معمول له بايوسي بنحط في اعتبار ان القصه دي بنعمل دوبلر. لو في تربلنجات بنتاكد ان السيلز ديت ممكن تعمل له كويلينج واتقفل في البلاد هايبر تنشن يبقى ريفرس. في حاله مشهوره السنه دي في القصه ديت ان كان فيها النتيجه يعني انترستنج ان البايوبسي معموله من سنتين، كان عيان زرع واتعمل له بايوبسي وخد ريجكشن وخد انترجكشن واتعمل له دوبلر فولو اب نو فيستولا، وبعدين بعد سنتين بدا يبقى هايبر تنسف وفي فيستولا دوكيومنتد وبقى تريتد. فهل ممكن الفيستولا تحصل بعد سنتين؟ الريفيو لتريتشر قال ان ممكن التروماتيك فيستولا اندوز باي بايوبسي ممكن تظهر حتى اب تو 3 ييرز. يبقى الفيستولا جاست تو مانيفست افتر 3 ييرز تو بي مانيفست مانيفست مانيفست. الميكانيزم اوف هايبر تنشن ريليتد للاكوارد فيستولا هو في الغالب اسكيميا رين ايميجيتد فيستولا. فده نقطه نحطها في الكلينيكال بتاعنا، الهايبر تنشن مش مبرر، ممكن يبقى القصه ريليتد للتكنيك اللي اتعمل من دي قبل. هو اللي ريبورتد اكتر ان الموست اوف بايبس كول السودا انوريزما او الفيلم ممكن لو هي مش كلينيكال سيجنيفيكانت ممكن يبقى كونزيرف، يعني يو هاف تو كونزيرف ما دونت مانج يعني بالذات. هو اللي طلع من اور ابروتش هو الجرافت فانكشن بالظبط والبيشنت كنترول اوف ذا بلاد بريشر. بقول سعادتك لو هو القصه مجرد انسيدنتال فايندنج انا مش هاجي ناحيه الفيس خالص، لكن لو العيان هايبر تنشن وان كنترول ده ممكن الكنترول الفيستولا دي يخلص لي القصه. المشكله بقى عندنا في الروتين بقى فولو اب بعد التامين بلاقي فيه كوليبشن. فطبعا كان الدرس الاول اول ما اتعلمنا الراديولوجي كان يقول لك لو في سكتيشن ده انت انت ماشي في ليمفوسيت. يعني ده كان ده يعني دايما ايه البيزك اللي هو لو سكتيشن انت ماشي اكتر في سكه ليمفوسيت، لو ما فيش سكتيشن هتفكر في الهيرونوما اكتر. طب انا هشخص ازاي الهيرونوما؟ طبعا السكتيشن ممكن برضه الهيماتوما او البروفايل هيماتوما برضه، لكن يقول لك لو ما فيش سكتيشن فكر طب انا هشخص ازاي كنا زمان الهيرونوما. وطبعا البيست ان انا اشخص في يورين ليكج ستيل ريبورتد ان انا اعمل شيبا نيدل واتاكد ان في، ودي برضه ميزه الشيبا نيدل او ان انا ان انا برضه بتقلله مانجمنت ان انا هركب بس لو في ديفينيت يورين ليك هركب نفروستر تيوب عشان كونفيرت اليورين فلو من اليورطه، او ان انا هركب ستنت جوه اليورطه. لكن كان زمان كنا بنشخصها بالايزوتوب، يعني كانوا في فتره لحد فتره ما
فانا مش اخص بالايزوتوب ان انا بحقن ايزوتوب هنا بعمل رينوجرام واشوف هنا في اكسترابازيشن بره الكدني ده انديكيت ان في يورين اكسترابازيشن ده في الايزوتوب استادي. لكن دلوقتي بقى خلاص الكلام ده احنا زي ما احنا قلنا يا اما اعمل انتجريت بايلوجرافي واشوف الاكسترابازيشن اوف يورين. طبعا قلت الانتجريت ان انا هركب بي سي ان او انا هركب دبل جي ستنت انسايد، لكن ده الاكسترابازيشن اوف كونتراست هير ده ديفينيت ده دايجنوستيك ان ده اكسترابازيشن اوف يورين وده ده بس ده انا بستخدمه لو انا هعمل انا بعمله عشان اعمل يعني انت مش سيمبل اسبيريشن مثلا لازم ممكن في الاخر طبعا لازم بص حضرتك ولازم اسبيريشن كرياتينين اتعمل مشكله ولا ايه مش فاهم كلام بعد كده بيجي المانجمنت يعني انا لازم تشخص سيرونوم اللي هو ايه اللي العين فيرد باكس وكاسترز ما انت بتس بقى على الكوليكشن ده ايه بيجي بقى الجراح بعد كده يقول لك يعمل عاوزين نشوف المكان فين الاكتش جاي من اللوف البصري كان اسموزس ولا جاي من فوق ولا القصه بالظبط فكل حاجه يبقى لها مانجمنت لكن البدايه هي اسبريشن وسيمبلي في ناس بتقول اللي ممكن استخدم جلوكوز وكرياتينين احنا بنستخدم كرياتينين اه كرياتينين عالي في الاسبريت فده يورين يورين بالظبط المفروض يبقى زي السيرم عشان اقدر اتوسيل اعلى من السيرم بقول ان هناك يورين ممكن ساعات الجراح يقول لك طب ما هو ايه نسبه الكرياتين عاليه حاجه بسيطه هو ده اللي بيبقى حاجات الكولشن بقى اه فسيب القسطره شويه لان وجود اليوريثرا كاستر بتعمل ايه وتقلل شويه اليورين فوليوم بتقليل الفلويد بحيث ان تدي فرصه للسبونتينس هيلينج للقصه دي ما حصلش ريسبونس بنعمل بقى الحاجات اللي الدكتور محمد بيقولها عشان هو طبعا ساعات لما بيبقى في ديبيت في كولشن ده ديفينيت هرموما ولا ساعات يعني بتبقى دي مشكله لكن طبعا زائد الاديشن اللي هو السايت بتاع او كونفرميشن برضه انت لازم حضرتك يبقى عندك يعني كونفرميشن فدي بقى احنا دلوقتي احنا بدانا نستغل البروسبشن او بالذات الام ار ان احنا بنشخص ان انت بتلاقي فيه كولكشن بتلاقي هنا في ديفكت يعني حتى الام ار انا شايف في ديفكت هنا في الجول بتاع البلاطر هنا من غير ما احنا كونتراست ده اما اليوبس كونتراست افتر انجكشن اوف كونتراست انا شايف هنا الليك بتاع اليورين ديفينيت ليك اوف يورين هير ذس از ديفينيت ده السايت بتاع طبعا هو اليورين ليكج او مشكله اليوريتر بتحصل في الديستال بارت بتاع اليوريتر عشان السكيميا سواء الستركشر او الليكج او عند السايت بتاع اليوريترو باسبرال اليوريترو فيزيكال انسموزيس ذس هير ذس از ا كراك اوف يورين هير كولد او سايز اوف اذر This is the MRU after contrast and this is the large collection connected to the bladder. This is the extravasation of urine here at MRU is contrast. This is a definite urinoma after transplantation. What is about the urinary obstruction? As I said, the urinary obstruction that we have after and this is the part of the urethra عشان obstruction. بالنسبة للدايلاتيشن احنا قلنا الايرلي بوست دايلاتيشن لو لقيت كلابنج في الكاليسيس هنا ده يعني لازم بيبقى ده لو كونفايند على قد لينا البلفس ده خلاص يعني على قد لينا البلفس بس ده خلاص انا ممكن اعتبره فيسيولوجيكال جرافت فانكشن ستيبل لكن الجرافت فانكشن بدا يحصل فيها دوريشن او لقيت دايلاتيشن الكاليسيس such as this case this is an urinary obstruction شيبا ليدل ده شيبا ليدل من الحاجات المهمه طبعا ده دايجنوستيك اكونفيرم مفيش باسج لليورين دي بتاع ده كومبليت اوبستراكشن ده في السايت ده برضه بالام ار انا ممكن اشخص الاوبستراكشن وزود انترفينشن ان انا يا اما اعمل ام ار يو ويز كونتراست او زود كونتراست عشان اشخص الـ ممكن يكون الاوبستراكشن مش بس الاستريكشن ممكن يكون الستون انا شايف اقدر اشوف الستون من هنا في الريتروفيزيكال امبلانتيشن هير ذيس از ذا ستون ذيس از ذا ستون كونفيرم ذيس از ذا بلادر هير ده اليوترس ده اليوترس دي البلادر هير ذيس از ذا ستون ات ذا ريتروفيزيكال جنكشن اند ذيس از ذا other example this is the normal structure at anti-grade bibliography this one of our cases this is long segment of structure ده اما ار يو كونتراست ده ديليت اما ار يو بعد ما حققت الكونتراست بصور ديليت ايمجز وشايف هنا اللونج سيجمنت اوف ستراكشر مفيش باسج اوف كونتراست للبلادر ده ديفينت والام ار بيحل كتير من المشاكل دلوقتي ما عندش مقدر احط نيدل واشخص عشان اشخص يعني بقى خلاص بقيت اعمل انترفينشن بقيت اعمل حاجه انفيزيف عشان انترفينشن بس لكن مش عشان فور دايجنوست عشان كده الحاجات دي اتحدث كتير بالنون انفيزيف ايمجز اذر اكزامبل عشان بس ما اطولش طبعا ان الهيماتوما بالذات لو بوست بايوبسي ان انا في الاير بتبقى الهيماتوما ساعات بتبقى ايزو قوت ما بقدرش افرقها لكن بشوف عامله اندنتيشن هنا على الجرافت ده الجرافت ودي الهيماتوما هي او دي بوست ترانسبلانتيشن دي سب كابسولار الهيماتوما بعد ترانس بعد البايوبسي برضه كونفيرم يعني كونفيرم الهيماتوما بالسي دي يعني السي دي الحاجات اللي هو السي دي مهم جدا بالظبط يكون في سي دي وسي
ساعات الالترا ساوند بتبقى خارج فريش النجوم. ايه اللي ما بقدرش اشوف الالترا ساوند كويس؟ ممكن نشوفها بالديستل ولا بتاع، لكن العيال اللي فيه ظروف الهيموجلوبين وكلام زي كده بتبقى حاجه كلينيكال، بتعمل سي تي يديك المنظر مظبوط يعني. بالظبط زي شايف هنا هايبر دنس هير سراوندنج جرافت هير، ذيس از هيماتوما حوالين الجرافت. ده برضو اذر اكزامبل، دي حاله برضو كانت من الحالات اللي عندنا. ده كان عنده عيان عنده دبل رينال ارتريز هير، ذيس از وان للاكسترنال الياك وواحد انت اند الانترنال الياك. ده بص ترانسبلانتيشن فيه هنا اريا هايبر ايكوجينيك هير ريليتد للبوستيرور بتاع الجرافت، ذيس از هيماتوما هير بوستيرور بالسي تي، ذيس از ام ار اوف ذا سيم كيس، ذيس از ذا هايبر ايكوجينيك هاي signal intensity at T1 and intermediate this is a subacute hematoma, this is by CT and MR, this is post transplantation. الليمفوسيتز زي ما انا قلت الديسبتيشن بتخليني ماشي اكتر في سكه الليمفوسيتز. This is the multinuclear cystic lesion here, this is by CT سواء بالالترا ساوند او بالسي تي او بالام ار. لكن الالترا ساوند زي ما الدكتور كان بيقول ان هو احنا بنستخدمه في الانترفنشن ان احنا بنعمل درينج. ممكن بس الحالات اللي هي بتبقى ديفكلت شويه في الدرينج ممكن استخدم السي تي فيها، بالذات لما بتبقى ريليتد للفيزل، لما بيبقى البوليشن ريليتد للفيزل بحتاج ان انا اعمل سي تي افضل من الالترا ساوند فورسي. من الحاجات بقى اللي هو الانسيدنت اللي انا بيجي لي عيان عنده اكيوت انفكشن، زي ما قلت الديفيوجن، الديفيوجن من الحاجات المهمه جدا ان هو بنستخدمها دلوقتي كبيزل كروتين ستادي في الام ار، ان انا بشوف حته اريا اوف ريستريكت يعني الحته البيضاء دي، الحته البيضاء دي كلها دي حاجات ابنورمال في الديفيوجن ويت الام ار، انديكيت ان في ليجن هنا. لكن الليجن اللي بيبقى ديفيوز وباتش والريجلر كده ببقى ده افكر ده سكيميا ولا ده انفكشن، يعني ده الحاجتين. لو هو تيومر بيبقى عامل سبيس اوكوباينج ليجن ما بيبقاش بالمنظر ده، فده بيبقى اكتر ماشي مع سكيميا. لما بلاقي له سكيميا الانتنستي وبلاقي هنا حته زي النيفروجرافيك ديفكت، حته مش واخده انهانسمنت زيها زي الكلمه اللي بتسميها نيفروجرافيك ديفكت، وفيها اري اوف سيستيك ليكوفاكشن وفيها ستريتد ابيرنس اوف نيفروجرام، ذيس كيس اوف اكيوت بيل نفرايتس. انذر اكزامبل ذيس كيس واز الفيفر، كان الالترا ساوند بتاعها مش اوكلوزف، كان فيها سمول اريا اوف هايبر اوكوجينيك هنا في الكيد ترانسبلانت. لما عمل ام ار فيها اند فايند اريا هنا في ال الابر بوك بتاع الكيدني، وكان برضه اريا اوف انفروجرافيك ديفكت، وده افتر ميديكال تريتمنت، ده الفولو اب افتر ميديكال تريتمنت، وحصل كومبليت ريزوليوشن لافتر انتيبيوتيك، وده جرافت نورمال افتر تريتمنت. عندنا حاجات برضه انسيدنتال ديسكفرد اللي هو الحاجات بقى اللي هو المالجنسي ويز ترانسبلانت، طبعا من الحاجات الرول الايمجنج فيها بس لازم القادم حق ايه؟ خلصت ده خلصت خلصت الكيدن ترانسبلانت هنا ده فوكال ليجن في الكيدن وفي فوكال ليجن في بخش برضه في الليف بروتكتيف ديزيز، وده كان كيس اوف مالتيبل مايلوما في الكيدن. بس شكرا اكثر من رائع يعني كتر خيرك. احنا شكرا لي مسجز كانت واصله، وهنعمل دلوقتي بانش بريك احنا على حقك دكتور عادل ومحمد وسميره وصلهم الفندق ماشي، هنكمل احنا المحاضره خصوصا على الصوت دلوقتي عشان نشوى ماشي، وبعد كده نكمل لانش بيك بعد كده ان شاء الله. ماشي خلاص ماشي خلاص، يعني نقول طول نشوى بس خلاص بلاش طبعا. لانش فين؟ شكرا دكتور علي على الانفيتيشن. انا النهارده ان شاء الله هعرض الخبره المتواضعه بتاعتنا في اسيوط، 1 year experience kidney transplantation in Asyut University Hospital. معلش انا اسفه، هو ظهر البتري له في نوصل لنا شوف عشاني Experience of kidney transplantation in Asyut University Hospital 2015-2016. Agenda, introduction, patient selection, surgical strategy and intraoperative complication, post-operative follow-up in the first 10 days, hospital staying, outpatient clinic follow-up. ممكن غير المايدة، ممكن من غيره خالص لانه هو عامل صوتك كويس وانا سامع بس ما اعرفش اللي وراك. هو سامع. Introduction: Kidney transplantation program for patients with end-stage renal disease is beginning in Asyut University Hospital as 2003 and stopped for a time, then returned again at November 2015. I will present data of 8 cases with end-stage renal disease
were selected for kidney transplantation as a renal replacement therapy. These cases were selected from 68 pairs asked for renal transplant. Patient selection, demographic data, sex distribution, recipient can one female and seven male donors, can five females and three males. Age distribution from 18 to 30 years, six recipient and two donors, 31 to 40 years, one recipient, two donors, and 41 to 50 years, one recipient and four donors. Governor rates, six patients from Asyut, one from Aswan, one from Kenna. Duration of dialysis, three patients from 2 to 6 months, three patients from 7 to 12 months, and two patients from 13 to 18 months. Diabetes, history of diabetes, none for recipient and the donor. Hypertension, four cases, 50%, three cases of them on four drugs, severe hypertension. Cardiac disease, LVH, four cases. Uremic cardiomyopathy, one case. Canal ejection fraction, 39%, and by treatment become 47%. Ischemic heart disease, none. Valvular heart disease, two cases. Liver disease or history of Bilhar disease, none. Amount of urine, more than 400 cc per day, three cases. Less than 400, five cases. Blood transfusion, none. Vascular access, AV fistula, six patients. Temporary catheter, one patient. Permicath, one patient. كان في مشكلة قبلتنا أثناء preparation. Two cases have a catheter-related bloodstream infection. Blood and catheter cultures were done, and the results were gram-negative coagulase, staphylococci, and fungemia. The patients were treated for 1.5 months in the form of vancomycin, etroconazole, Vivent, metroconazole, and tavanic. ممكن بس اسف جدا لو رجعت جرام نيجاتيف استافيلوكوكاي معلش بس hypertensive nephropathy, two cases of fluxing of the kidney, one case membranous glomerulonephritis, one case recurrent pyelonephritis, one case post-preeclamptic toxemia, one case unknown cause. Clinical preoperative evaluation of the recipient and the donor, general examination, can all patients fume, pallor, salivations, will hypertensive can be controlled blood pressure with treatment, chest clinically free for recipient and the donor. In heart, for recipient, can two cases accentuated first heart sound. Four cases have band systolic murmur on mitral and tricuspid area, ejection systolic on pulmonary area. Neurological clinically free, abdomen mild liver enlargement in two cases. After control of high blood pressure, anemia, bone mineral disease, disorders, any evidence of infection anyway. Recipient and the donor consultation, can benign consultation in vascular for assessment of the AV fistula and vessels of the head and neck for catheterization intraoperative, urology if there is a urological problem, dentation to exclude any evidence of infection, surgical, gyna, if female, anesthesia, and radiology. Heparin-free session the day before the operation for the recipient. Laboratory investigation, immunology, blood grouping, all cases were ABO compatible with one case was RH negative to RH positive, cross-matching, all cases were negative, HLA typing, can six patient, one mismatch, one patient, 0-0-0 mismatch, one patient, 0-1-1 mismatch. And is 0-1-1 mismatch?
كان الماتشنج 4 على 6 البي ار اي 0 ان اول كيسز فيرولوجي اند بكتيريولوجي هيباتيتس بي سي اتش اي في كان نيجاتيف في الاثنين ان اول كيسز السي بي سي نعم السي بي سي العادي هم الانسايت تيستينج مش كده بنعمل بالاليزا السيتوميجالو فيروس اميونوجلوبولين ام نيجاتيف في الريسيبيانت اند دونر سيتوميجالو فيروس اميونوجلوبولين جي بوزيتيف في الريسيبيانت اند دونر التي بي سيتوم اناليسيس نيجاتيف والسيتولوجي نيجاتيف والهيباتايتس بي فاكسين كان الريسيبيانت واخدين الهيباتايتس بي فاكسين البون مارو ديس اوردرز كان في 4 patients have secondary hyperparathyroidism and treated by native vitamin D and alpha calcidone. Tertiary hyperparathyroidism كانت 1 case and treated by vitamin D plus tenacalcet. Mean of the BTH before treatment كان 531.1 picogram per ml. After treatment 258 وخمسة من عشرة بيكو جرام المين اوف كالسيوم كان 7.7 من عشرة قبل بيفور تريتمنت افتر تريتمنت 9.2 من عشرة مين اوف فوسفرس كان 11.3 من عشرة بيفور تريتمنت افتر تريتمنت 4.9 هيموجلوبين جاست بيفور ذا اوبريشن كان 1 كيس 7.5 and 2 cases up to 9.9 كان في 4 cases من 10 for 11.9 1 case from 12 to 13 operative strategy mean of the warm ischemia plus or minus 84.2 seconds mean of the cold ischemia 140.5 minutes site of operation left to right kidney one patient right to left 5 patient left to left 2 patient early graft function 100% all cases immediately after the clamping intraoperative except one case 1 hour post operative intraoperative complication the recipient can in case number 1 during the repair of above the left circumflex iliac vein led a relative stenosis of it and that led an early post-operative DVT and managed by therapeutic dose of heparin perfusion then marivan for 6 months after complete recirculation of cablatus. The donor, in case number 7, month's night CT is done for the donor without late venography. Accidentally discovered 3 veins in the left kidney intraoperative. Decision was taken to clamping the veins before the arterial supply, which led to slight prolonged ischemia time, 147 seconds, and scarred lower bowler and anastomosis of 2 veins were done. In case number 4, intimate dissection of external iliac artery, which led to relative ischemia of the left lower limb, which led to revision of anastomosis to internal iliac artery, and replacement of the dissected part by a synthetic graft, and she was given about 5,000 international unit heparin. There is a bleeding about 500 cc blood in drain immediately. Post-operative redo is done, and there were intact anastomosis, no definite source of bleeding at the site of operation, and the patient successfully managed. Number of irradiated leukofiltered bed RPCs. None, 3 patients, 1 bed, 2 patients, 2 bed, 1 patient, 3 bed, none, 4 bed, 1 patient, and 5 bed, 1 patient. Rate of hyperacute rejection 0, rate of acute rejection 0, rate of delayed graft function 0, rate of chronic graft rejection 0 up till now. And it's too early for the chronic graft rejection. No. It's too early for the chronic graft rejection. Inshallah. Inshallah.
this is the picture of the kidney after liver fusion. Kidney started to produce urine in the recipient. Immunosuppressive protocol. Immunosuppressive remission عليه accordingly الكيدني ترانسبلانتيشن جايد لاين 2015 بندي الاندكشن بالبازل اكسماب ات دي 0 بلس 4 ميثايل برينيزيلون اند تاكرولوميس اند ام ام اف بوست اوبرتيف فولو اب early بوست اوبرتيف بيريد الهوسبيتال ستاي الفولو اب تو سيرم كرياتينين اند بلاد يوريا توايس دايلي ان ذا فيرست تو داي ذن دايلي سي بي سي الكترولايت يورين اناليسيس اند بروثرومبين دايلي ليفر فانكشن افري اذر داي تاكرولوميس ليفل ان ذا فورث داي اوف تشينجينج اوف ذا دوز بي تي اتش 1 ويك بوست اوبرتيف ريزيستيف اندكس تو افري 2 اورز ان ذا فيرست داي every 4 hours in the second day then twice day تعمل ديتكشن بعد 4 ايام بعد السبيبي نعم بعمل ديتكشن السبيبي البي تي اتش 1 ويك عشان السبيبي عشان ايه عشان يعني على اساس ان نبتدي الفول اب بتاع العيان في الـ في البولمونري ديز اوردر احنا بنكتر يعني شويه في التحليل لا قليل شويه خلاص بقى البيتنشن المفروض يحصل انفلوشن البارت في الجلان بس ما اظنش يحصل خلال اسبوع يعني اب تو 1 يير اب تو 1 يير يعني ما حبابش ما نعملش روتر على الاناليسيس ولا اعمله بعد اسبوع معلش معلش حضرتك بس لسه اول الحالات فيعني ده ولا عشان اعرف يعصب في مكان زي ده مين اوف سيرم كرياتينين كان بيبقى العيان at day zero, day zero 367.6 و at day plus 10 99 micromol mean of blood urea كان day zero بيبقى 9.8 و plus 10 بيبقى 7.7 هيموجلوبين ليفل day zero كان بيبقى 9 المين of hemoglobin day zero بيبقى 9 and day plus 10 بيبقى 11.2 outpatient clinic follow up frequency of visits كنت تقول هيبالين او اسبرين في الفترة الأولية هي منشد ان 5000 دولار في الهبر انا اجيبها ديري مونة قد ايه ايه هو حضرتك معنى هيبالين الهبرين بوست اوبرتيف بندي في بنبتدي في الاول about 500 بير اور بيرفيوجن بيرفيوجن لمدة قد ايه؟ الفيرست 3 دايز وبعد كده نرجع للنكسين. Out patient clinic follow up, frequency visits, we wear more clothes in follow up in the first month than kidney transplantation guidelines. First 2 weeks post discharge every other day, second 2 weeks, 2 times per week, 1 to 2 months, 3 times per week, 2 to 3 months, once per 2 weeks, 3 to 6 months, once per 3 weeks, 6 to 12 months once monthly. If the patient have any evidence of upper respiratory or UTI or any abnormality, we have every other day follow up. Boost transplant diabetes, none. Boost transplant hypertension, 3 cases completely recovered and 1 case on 1 drug calcium channel. Boost operative UTI around 2 to 3 times per case, especially at the time of double G insertion, post operative ejection fraction. In the case of uremic cardiomyopathy, ejection fraction become 54%. Post operative anemia, none. Post operative bone disorders, the last reading can الأسبوع اللي عدى, mean of PTH 180.2, mean of calcium 9.5, mean of phosphorus 4.4. Mean of creatinine في the first month كان بيبقى 93 micromole في month 11 months 130 micromole. Mean of the blood urea في the first month 8.8 and the 11 months 7.2. That's our last 2 patients and that's our wonderful team. Thank you. انا عايزه اشكر حضرتك الدكتور حسين الحقيقه حضرتك ما يعني بنلجا
جزيلة يا بنت. بتثبت الجزيلة. بتثبت عشان ما تبطلش. ايوه ما تتكلمش بعد كده خلاص بقى. لا براحة حبيبك خالص يعني. لا سألنا حضرتك كذا مرة يعني. على كل السؤال. شكرا 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 ش